الورد البيت
حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك يا سلام يا سلام شو منتمنى بحياتك تتهنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله وفي شهر شعبان وكل سنة طيبين يعني تعقد لجنة للحكم للمناقشة والحكم على ابننا طالب كريم محمد علي محمد حسن. وطبعا قبل ما نقدم الطالب احنا بس عاوزين نقول ان احنا النهاردة يعني عندنا اخ كريم وضيف عزيز وعالم جليل وهو اخي الحبيب الاستاذ الدكتور عطية السيد عطية وكيل كلية التربية بجامعة الأزهر الشريف ومدير التدريب بهيئة ضمان الاعتماد والجودة الجودة والاعتماد على المستوى القومي. ف
فيعني شرف لينا وشرف للكليه وشرف لجامعه المنصوره ان يكون عندنا ضيف بهذا الحجم وبهذه الاخلاق والطيبه والسمات الجميله التي نعرفها عنه. فهو صديق عزيز واخ في الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وان يسعد وان يعني يعطيه الصحه والعافيه ويقينا جميعا شر الامراض. فاهلا وسهلا بحضرتك استاذ الدكتور عطيه السيد. كما وانني في ضيافه اختي العزيزه معالي النائب الاستاذه الدكتوره اسماء عبد المنعم مصطفى استاذ المناهج وطرق التدريس اللغه الانجليزيه بالكليه ونائب رئيس هيئه الجوده والاعتماد على المستوى القومي وعميد الكليه السابق الاسبق السابق عشان نبقى النهارده احنا بتوع جوده، يعني عندنا المشرف جوده والمناقش جوده، فلازم نبقى احنا في منتهى الجوده. وعميد الكليه الاسبق والاستاذه الدكتوره اسماء الحقيقه هي لها ايادي بيضاء على الكليه غير طبعا فتره عمادتها والانجازات اللي عملتها. فاثناء ولايه معالي النائب الاستاذه الدكتوره اسماء حصلت الكليه على الجوده والاعتماد، وده طبعا كان سبق يعني في تاريخ الكليه واول مره، ويا رب يعني نستمر ودوما. يعني ممكن نزله برد بسيطه ان شاء الله غيبت معالي النائب عن الحضور فيس تو فيس شخصيا، ولكنها معنا على تقنيه الزوم. فاهلا وسهلا بمعالي النائب استاذ الدكتور اسماء عبد المنعم مصطفى، وبشكر طبعا حضرتك على الدعوه الكريمه، وارجو الله سبحانه وتعالى ان يتوجه اليك بالشفاء العاجل وتعودين الينا في صحه وسعاده ان شاء الله. واهلا وسهلا. كما وان اخي الحبيب واخي في الله معالي الاستاذ الدكتور عادل عبد الحليم الشيخ يعني دعاني في لمناقشه طالب كريم، والحمد لله العلاقه بيننا وبين اخي الكريم ممتده يعني اكثر من 30 سنه عايشين مع بعض الحمد لله في خير ونعمه وسلام، ويا رب يديم علينا هذا النوع من العلاقات يعني الإنسانية الجميلة التي تتسم بالحب والوفاء، ويا رب يديم على مصر كلها الخير. فأهلا وسهلا معالي أستاذ الدكتور عادل عبد الحليم الشيخ. وعلى بركة الله يعني بعد الترحيب بالسادة الحضور جميعا اهلا وسهلا بحضراتكم ونورتونا وشرفتونا، واهلا بابننا كريم اللي هو يعني جاي هو على سفر يعني يا دوب جاي يناقش ويمشي. هنبدا على بركه الله. الطالب قراءه بيان حاله الطالب كريم محمد علي محمد حسن حاصل على ليسانس في الاداب والتربيه تعليم اساسي اللغه الانجليزيه بتقدير عام جيد عام 2011 من كليه التربيه بالمنصوره، والدبلومه المهنيه في التربيه شعبه مناهج وبرامج التعليم تقدير جيد جدا عام 2012 من كليه التربيه جامعه المنصوره، والدبلوم الخاص في التربيه تخصص المناهج وطرق التدريس بتقدير جيد عام 2012 من كليه التربيه جامعه المنصوره. وافق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 19/4/2014 والكليه في 11/5/2017 والجامعة في 2/6/2014 على قيد قيده وتسجيله لدرجة الماجستير في التربية قسم المناهج وطرق التدريس بموضوع استخدام تطبيقات الأندرويد
للأجهزة المتنقلة في علاج أخطاء نطق اللغة الإنجليزية عند طلاب المرحلة الثانوية تحت إشراف أستاذة الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى محمود أستاذ المناهج طرق التدريس اللغة الإنجليزية بالكلية أستاذ الدكتور عادل عبد الحليم عبد الهاد الشيخ أستاذ المناهج طرق التدريس اللغة الإنجليزية بالكلية وافق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 19/12/2020 والكلية في 11/1/2021 والجامعة في 24/2/2021 على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة على الوجه التالي. هلا عبد السميع محمد قورة أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية بالكلية. معالي الأستاذة الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية بالكلية. معالي الأستاذ الدكتور عادل عبد الحليم عبد الهادي الشيخ أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية بالكلية. معالي الأستاذ الدكتور عطية السيد عطية أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة الأزهر ووكيل الكلية. وقررت اللجنة مناقشة الطالب كريم محمد علي محمد حسن مناقشة علنية يوم الخميس المبارك الموافق 1/4/2021 بقاعة الأستاذ الدكتور رجل سعيمة رحمه الله بكلية التربية جامعة المنصورة. أهلا وسهلا. وعلى بركة الله تفضل ابننا كريم. يعني هتاخد لك كده 10 دقايق لأن أنت حاسس الرسالة بتاعتك صغيرة قوي فيعني 10 دقايق كتير قوي عليك. Thanks much, Doctor. In the beginning, I really need to express my deepest sorrow for that Dr. Asma is not with us today physically. However, I mean, thanks to thankfully, technology today, inshallah, is going to give us the pleasure to hear her and interact with her, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa kur rabbi zidni ilma, sadaq Allah al-Azim. I'll start with showing the title of my thesis, which is using an Android application, Android handheld mobile application, to remedy pronunciation errors for EFL secondary stage students. And of course, it is supervised by Professor Asma Abdelmanim Mustafa and Professor Adil Mushi. I'll start with showing the statement of my problem. And I just want to say that the major problem that we have is that in our English language classrooms in Egypt, our students suffer the weakness of language pronunciation in classrooms. The main reason behind this is that the students tend to pronounce English in an Egyptian way, not to be corrected by their non-native teachers of English language. So the teachers themselves suffer the same problem with no effort to update their skills. Therefore, the current study suggested integrating a technological aspect to remedy these pronunciation errors or problems through using a mobile application for Android handheld devices. Questions of the study. The problem of the study will be explored through answering this main question, which is, to what extent can mobile applications help improve students' pronunciation of English language? This main question should be reflected in three purposes as follows. Identifying EFL pronunciation errors that the secondary stage students have. Designing the procedures that students should follow to utilize the application so that to make the utmost use of it. Measuring the effectiveness of the proposed mobile application in promoting EFL students' pronunciation on English language. The purpose of the study. The purpose of this study was to determine whether the use of a mobile handheld Android application is effective in improving students' pronunciation of English as a foreign language. My instrument is a pre-post pronunciation test that was designed and used in this current study. The findings of the study. The present study showed that, number one, the mean score of students in the experimental group when compared to the mean score of the control group on the post-administration of the pronunciation test was in favor of the experimental group. Number two, the mean score of the experimental group of the pre- and post-administration of the pronunciation test was in favor of the experimental group. This shows that using the Android application was effective in enhancing the student's pronunciation. The Android application. The intervention was designed and developed by the researcher in the form of an Android application which was downloaded on the student's tablets or mobile phones.
The researcher selected the content of the intervention from the traditional course book content. Thus, the program consisted of 5 sections based on the textbook unit's content. The intervention was a supplementary material used in the classroom beside the traditional way of teaching pronunciation, which was implemented by the researcher inside the classroom. These are some shots of the application itself, the interface. And as you can see, the interface contains the main parts of the study that we worked on: consonants and vowels, stress, intonation, connected speech, and silent letters. So this is how it looks like on the application itself. I can play something if you allow me here. Just a second. In this first exercise, I'm just going to talk about this exercise as an example. The consonants, I give the students 2 examples of 2 words. One of them, for example, ship and chip. The first word is with the sound ship, and the other word is with the sound chip. All the students need to do is to listen to the track and decide which word to tick or to choose. I followed the same pattern with the other parts of the application. So here they have the vowels. They are going to sort these words out to these columns. And here the same thing with stress. They are going to underline the part that is stressed in these words based on the track or the sound they listen to. Intonation is the same thing. They are going to read the question and they are going to decide whether this question has raising or falling or level intonation. Connected speech, they are going to listen to sentences connected. The words are connected and they are going to type the words in the gaps we have here. Same thing for silent letters. They are going to underline the letters that are silent in these words. Recommendations. The following recommendations are based on the results and the conclusions drawn from this study. Number 1, educational Android applications should be given more attention and to be used in TEFL to enhance English language skills, especially pronunciation. Number 2, using technology inside classrooms should be top priority by both teachers and students to improve all EFL skills. Number 3, engaging students in more attractive activities as those suggested by technology can have as a positive effect on learning. Suggestions. The following suggestions can be considered for further research. Number 1, investigating the effectiveness of mobile learning in EFL classes to develop other English language skills such as writing, listening, and reading. Number 2, improving pronunciation skills by different technological areas of study, such as podcasts and YouTube channels. Number 3, investigating new areas of research about supplementary materials that can be used inside the classrooms to improve English pronunciation skills. For the acknowledgments, I'm heartily grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Almighty, for giving me the strength to accomplish this work. Of course, I'd like to express my deepest gratitude to Prof. Asma Abdulmanan Mustafa, Professor of Curriculum and Instruction, TEFL, at the Faculty of Education, Mansoor University, for her guidance, patience, and inspiration. Her insight and extensive support has helped me a lot through all the stages of writing this thesis. I am very grateful for her sincere and in-depth reading of the various stages of the research. Without her assistance, this work would have never grown up to be as it is. So I really want to thank her so much. Thank you, Doctor. Also, I'm sincerely and deeply grateful to Professor Adil Abdelhalim Sheikh, Professor of Curriculum and Instruction, TEFL at Faculty of Education, Mansoor University, for his encouragement and valuable remarks that he provided me with. His advice and suggestions assisted me to fulfill the requirements of this work. I am very grateful for his endless encouragement, parental and academic advice from the beginning and throughout the whole work. Moreover, I would like to express my thanks to Professor Ali Abdelsamir Koura, Professor of Curriculum and Instruction, TEFL, at Faculty of Education, Mansoor University, and Professor Atiyah Said Atiyah Abdelal, Professor of Curriculum and Instruction, EFL, Al-Azhar University, who honored me to examine the thesis and give me their valuable opinions and comments in spite of their very tight schedule. May Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah the Almighty bless both of them. My appreciation is also dedicated for the administration and the staff members of Al-Huda Noor School
for facilitating my work during administering the sessions of research. Many thanks are directed to the participants of the program for their positive attitude and responsibility. I wish them all the best and their academic progress, inshallah. Many special thanks to the jury members for enriching the research with their remarkable comments. Special thanks are due to Dr. Riham Al-Ghul and Dr. Muhammad Al-Samir for their valuable help in the statistical part of my study. I also dedicate this work to my parents, my first teachers ever. I wish they are pleased that finally one of their dreams has come true. Finally, I'd like to thank my wife who supported me in my ups and downs and for giving me the encouragement and confidence. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kareem, for abiding by the time limit. And now, Professor Atiya will start examining the researcher. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير من علم الناس وتعلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. It's indeed a real pleasure to be sitting next to two prominent figures of TEFL, of teaching English as a foreign language in the whole Arab world, here in Egypt and outside the country. Dr. Ali Urak is my professor, actually. I think it's on. It's on. Okay. Dr. Ali is widely known all over the Arab world for his expertise in teaching English as a foreign language. Again, inviting me to be part of that Viva is a real pleasure. Thank you, Dr. Adil. Thank you, Dr. Asma, the present, the absence. May Allah subhanahu wa ta'ala wish her a speedy recovery, and inshallah she's coming soon joining us. I'll start straight away. Okay, Kareem. Can we go to the cover, Kareem? Can you read your title, please? Using an Android handheld mobile application to remedy pronunciation errors for EFL secondary stage students. How did you know that it's going to remedy the pronunciation error? When I say to remedy, it means I am inherently biased. From the very beginning, I'm inherently biased because I'm not assuming, I'm going to verify how far it will contribute to the remedy of the error of pronunciation. I'm not sure. But here, using to means you are 100% sure that it's going to have a positive impact. How can you have that bias title from the very beginning and you haven't verified it through your verification? Well, first of all, I didn't mean to be biased, of course. But the thing is, I'm not sure if this is very formal, but I have like a prior idea of our level of English because I was a student in these classrooms. And also when I started the first pre-transition test, it showed to me or it appeared to me that these students, they have some problems that we need to work on. But Kareem, you know, scientific research is there to start from the first scratch without having any prior idea if your intervention will be effective or not effective. So when I say from the very beginning, لعلاج, go to the title in Arabic. استخدام, the cover. Read it. The Arabic one. استخدام تطبيق أندرويد للأجهزة المحمولة لعلاج أخطاء. So you are 100% sure it's gonna be effective. So it shouldn't have been just like that. The title is inherently biased, which means you should have, if I'm going to give you the opportunity right now to change it, Dr. Ali Urak was saying right now a third title. Have you noticed that or not? So I have three different titles right now. The first title in English, the second title in Arabic, when I wrote after Dr. Ali when he was giving you a brief introduction, he said, استخدام تطبيقات. It's not تطبيق. صحيح.
استخدام تطبيقات بترد اندرويد للاجهزه المحموله اتس الاندرويد للاجهزه المتنقله اتس نوت لعلاج اتس في علاج I don't know if I'm right because I was writing after you right now. في علاج اخطاء نطق اللغه الانجليزيه اتس نوت لطلبه الصف الاول اتس نوت لطلبه الصف الاول لوك اذا تايتل استخدام تطبيق اندرويد للاجهزه المحموله لعلاج اخطاء النطق عند طلبة الصف الأول السنوي. دكتور علي وسيم استخدام تطبيقات الأندرويد للأجهزة المتنقلة في علاج أخطاء نطق اللغة الإنجليزية عند طلاب المرحلة الثانوية. So what I need to emphasize here right now is the main ultimate goal of scientific research is to be consistent. When you talk about MA, MA is a phase to get you ready for a PhD. The ultimate skill you should get out of that phase is to be what? To be consistent. Whenever you write something, you have to be consistent. Whenever you refer to a construct, you have to be 100% sure this is the construct, this is the same very fine construct. Otherwise, I'm going to have different interpretations, which means a big issue. Back to the title again. Can you read using an Android handheld mobile application? Do we have any reference to the word handheld in the Arabic version? أنا ما أعرفش handheld بترجمة إيه. Handheld تنفع تترجم متنقلة؟ Handheld. محمول. Mobile is not محمول. By default. Whenever you go to the word handheld, it's a small device. It can be a laptop. It can be an iPad. It can be an iPod. It can be tablet, it can be whatever, but you sit here about mobile. So the word mobile is very enough without having the word handheld. Otherwise, you can say handheld application. But I'm going to ask you here a question, Khalid. Do you think using the handheld mobile application would remedy in itself pronunciation error? One of the means, I'm trying to use it as one of the means to help the It doesn't say so, the title. The title says what? The Android mobile application is, in itself, has an immediate impact. Is this true or wrong? True or false? Not entirely true. Not entirely true. So the title, again, should have been written carefully. Again, I'm going to start talking about remedy. Look at the word remedy. Are you into remedy, remedial program, or are into an interventional program? Intervention. Which? Again, because if I'm talking about a remedial program is entirely different from an interventional program. If you go straight away to page 4. Can you read the question study? Question number 1. Page 4? Yes. Are you planning CFL pronunciation errors? No, the main question, yeah. The main question, yes. To what extent can mobile applications help improve students' pronunciation of English language? Are you into remedy? Or are you into improving and enhancing the pronunciation? Are they the same or different classes? Are they the same variables or different? I guess they are different classes. They are different? Yeah. So we should stop here, straight away, right? Because we are talking about two different constructs from the very beginning. Can you go back to the Arabic version? Page 4 again in Arabic version. أسئلة الدراسة. In أي درجة تستطيع So the title should be reflected directly, explicitly, and implicitly in your research question. We are talking here about a consistent system of scientific endeavor. Meaning should lead to each other. Here I'm talking about remedy program. Here I'm talking about improvement program. So it's different, entirely different. Can you read the second question? Has a سؤال? هذا السؤال أساسي يؤدي الأسئلة الفرعية الكبيرة. مش عليه أساسي يا كريم في العربي. الترجمة بتاعتك ترجمة عمو جوجل طبعا قدس الله روحك
حضرتك على طول تخصص اللغه الانجليزيه بسم الله ما شاء الله الاورال ارتكيليشن بتاعك جميل ورائع لكن ستيل لما اجي اترجم بصراحه انا شايف ان الامر صعب قوي لما اقول ها اقرا السؤال الاولاني ما اخطا ما اخطا نطق اللغه الانجليزيه لدى الطلاب المصريين طلاب المصريين كل وقت انت البوبوليشن بتاعك اول مهاره بنعلمها لطلبه الام اي التفرقه ما بين البوبوليشن والسامبلنج انت شغال على الطلبه المصريين انت شغال على الطلبه الثانويه شغال على طلبه الثانويه سامبل سامبل منين المرحله اللي هم ايه يعني اولى ثانوي انا اتكلم عن مدرسه ايه مدرسه مدرسه محافظه ايه مدرسه هدى والنور في الدمنيه اختلفت هنا كده عشان اتكلم عن البوبوليشن بوبوليشن بوبوليشن وما جبتش سيره السامبلنج بتاعتي خالص في العنوان بتاعي من قريب او من بعيد حتى لما جبته اتضح انك انت ايه جبته بالخطا لان الدكتور علي لما قرا العنوان الرسمي ما لقاش طلب الصف الاول الثانوي احنا لقينا ايه طلاب المرحله الثانويه فاصبح القضيه هنا اشكاليه كبيره ان ايه احنا كونسيستنسي هرجع تاني السؤال نفسه يا كريم ما اخطا نطق اللغه الانجليزيه للطلاب المصريين انا عايز اجاوب السؤال ده من الرساله كلها لو طلعت لي الاجابه بتاعت السؤال ده انا هقفل الرساله اقول لك ايه خلاص نتكل على الوضع يلا نمشي طيب حضرتك كنا بنتكلم على مشكله الرساله لا طلعه لي من الرساله طيب خلاص اوكي في الستيتمنت اوف ذا بروبلم الستيتمنت اوف ذا بروبلم يعني انت جاوبت على السؤال في الستيتمنت اوف ذا بروبلم لا حددت مشكله الاخطاء يعني المشكله همشي معاك لغايه الاخر يا كريم اوكي في الستيتمنت اوف ذا بروبلم اقراها بالعربي يا كريم مش بالانجليزي كمان يعد ضعف مهارات النطق باللغه الانجليزيه ذات الفصل من اكبر المشكلات التي تواجه تدريس اللغه الانجليزيه كلغه اجنبيه والسبب الاساسي وراء ذلك هو هنا واقول لك ان الاكاديميك رايتنج سكيلز اي كانوت كونفيرم ان ريزون اكاديميك رايتنج سكيلز in a way or another is tentative. Tentative means ظنية غير يقينية. أستاذنا الدكتور علي وأستاذنا الدكتور عادل علمونا دائما إن إحنا لما نيجي نكتب نقول إيه is perhaps due to might be due to لكن لما أقول والسبب الرئيسي وراء ذلك معناه ما حضرتك وصلت المرحلة إنك أنت بتجزم قطعا ويقينا بإن السبب الرئيسي هو ده. كمل السبب الرئيسي. ذلك هو أن الطلاب يميلون إلى نطق اللغة الإنجليزية بالطريقة المصرية. قبل اللي بقى يعني إيه دي؟ يعني الطلاب يميلون إلى النطق باللغة الإنجليزية بالطريقة المصرية. هو كل طلاب مثلا في كل كالتشر في كل بلد بيبقى ليهم بيبقى غالب عليهم النطق البلد ده اللي اتعلموه. وده وحش ولا حلو يعني؟ لا مش حلو طبعا. ليه؟ هو حلو ممكن يكون حلو ككوميونيكيشن بس ستيل نوت ريتشنج ذا رايت أكسنت يعني. وقتش ولا يريتش ذا رايت أكسنت؟ لأن أحيانا ده كان مشكلة الدراسة. أنت عندك رايت أكسنت؟ إلى حد ما بحاول أكتب. Do I have the right accent؟ لا I don't mean the right accent بس I mean that in our language that we're using the communication. يا كريم هنا لابد إن إحنا في طلب الماجستير في المرحلة الأولى نأكد على معنى عشان الطلبة اللي قاعدين كمان إن the intelligibility is what really matters. What do I mean by intelligibility? How far are you communicative in a way or another? It doesn't really matter. I'm not teaching English to be a native English speaking student or speaker. I can't. By no means. لأن إحنا كلنا fossilized. Do we have fossilized mistakes, especially when it comes to articulation? Well, my main point is, doctor, in this Egyptian way is affecting them in a way that could impede the communication. How? يعني whenever, for example, دلوقتي, were you communicative enough right now when you're presenting your oral problem? Yeah, somehow. Somehow. Especially when it comes to articulation, you will never ever approach. Of course, yes. The native accent. So by the end of the day, there's nothing wrong when we talk about the Egyptian way of articulation. أنا هتكلم عن تجربتي في إنجلترا الباكستاني. لما بيتكلم بيقول إيه؟ V. Instead of W. V يعني إيه؟ The replacement بتاع الوا sound. V sound is a pattern. الباتن ده بيعوق الارتكيليشن؟ نو واي. لان الريسيبيانت بتاعي عارف انا بعمل ايه. فحته ايجيبشن واي دي صعبه قوي يا كريم. لانك انت بتعمل نوع من الايه؟ الاندر استيميشن للطالب المصري بتاعك وبالرغم ان الانجليز بيفخروا بان الطلبه المصريين خاطرين على ان هم اتعلموا لغه اولى ولغه ثانيه ولغه ثالثه. الانجليز ما عرفوش يتعلموا ولا لغه ايه؟ واحده. الفرنساويين نفس الكلام. ما بيقدروش ان هم يبقوا بايلينجوال وتريلينجوال. انت قادر الطالب بتاعك قادر كمل يا كريم انت السؤال والسؤال الثاني لا نفس الكلام السياق لان السياق ده يحدد لي كتير قوي من مشكلتي يا كريم طيب انا هروح لك على رقم 2 طيب بالطريقه المصريه ولا لسه في تحديد مشكله الدراسه ولا يصحح اوكي
ولا يصح المدرسين غير المنطقين باللغة الإنجليزية خطأ الطلاب لأنهم يعانون بنفس المشكلة. طيب انت دلوقتي عملت لي مشكلتين اثنين، مشكلة تعزى إلى الطالب وهي أن الطالب ينطق باللغة الإنجليزية المصرية، ومشكلة تانية تعزى إلى أن المعلم لا يملك الحد الأدنى من الكفايات التدريسية اللي تمكنه من أن هو إيه يصح، لأن فقد الشيء لا يعطيه، هو ما عندوش وفي نفس الوقت يتجاهل تصحيح هذا هذه الايرور in a way or another. Which of which اللي هتعالجها انت؟ الايرورز بتاعت المعلم ولا بتاع المتعلم؟ المتعلم. طب والمعلم ليه هنا ليه؟ ده كان one of the reasons يعني of this main problem. اهو انت دلوقتي النهارده انت عندك مشكله الدراسه بتاعتك you have to be very specific when it comes to identifying your research problem. Otherwise you are gonna defocus your concept. انا دلوقتي فرقت دمه في القضاء، هو المشكلة بتعزى للطالب ولا المشكلة بتعزى للإيه؟ للمعلم. المشكلة بتعزى للطالب لأنه بتحدث باللهجة المصرية، ولا بتعزى للمعلم اللي لا يملك الحد الأدنى من الكفايات في تدريس البرونسيشن بحيث أنه يبتدي يرد. It's a big issue right now. حد التالي، هو المدرس ممكن يكون المينيمال accepted level of performance when it comes to pronunciation is there, but by the end of the day he is reluctant to correct the errors. خلي بالك تلات أسباب لغاية دلوقتي. كمل. لأنهم يعانون من نفس المشكلة. لأنهم يعانون من نفس المشكلة بدون بذل الأدنى مجهود لتطوير مهاراتهم كمعلمين لازم. هذا مشكلة رابعة. أنت بتتكلم هنا عن continuous professional development of teacher of English as a foreign language. هل الـ CBE as a venture of development هي ممكن تكون السبب في إن المدرسين دول ما عندهمش نوع من in-service training which will improve their articulation, their pronunciation so as to be able to teach it effectively؟ هذا سبب رابع. كمل. يحتاج أولئك المعلمين غير الناطقين بالإنجليزية إلى أن يكونوا مؤهلين لقيام بتدريس سليم لطلابهم. هذا مشكلة إيه؟ معايا أستاذ دكتور علي؟ معانا أستاذ علي؟ أستاذ الدكتور عادل؟ مشكلة خمسة، إنك أنت بدأت تتكلم على إيه؟ الكواليفيكيشن بتاعتهم. إن هما ممكن يكونوا عملوا شيفت في الكارير، هما كانوا بتوع جغرافيا وبدأوا يبقوا بتوع إنجليزي. They are not qualified. يعني نزعت منهم being qualified، نزعت منهم being articulate enough to teach English، نزعت منهم ان هما they are into the continuous professional development activities، نزعت منهم ان هما they tend not to answer or to correct the errors of the students، نزعت منهم امكانية ان هما they have the potential of being effective teachers. كمل. وبالنسبة لذلك فإن هؤلاء الطلاب بحاجة إلى بذل بعض المجهود والعمل على تطوير مصيبة أكبر، لأن بدأت أتكلم على الموتيفيشن ليفل بتاع الستودنت بتاعتي والديزاير تو ليرن. They do not have the desire to learn. They do not have the desire to learn معناها إن هما they do not persist. They do not have the energy. They do not have the time to do it. أصبح الأمر متشعب بيا جدا يا كريم في تحديد المشكلة. وعشان كده مهارات البحث العلمي في البداية لازم you have to be very specific, very articulate. عارف اللي بيسل الشعرة من العجين؟ حضرتك لازم تبقى كده. وعشان كده خلي بالك كمل إلى بذل بعض المجهود والعمل على تطوير مهارات النطق لديه من خلال بعض الوسائل التي تتيحها أجهزتكم المحمولة. أنا حتى كمان بحاول لفة الإيه؟ المشكلة للي أنا عايزها. السؤال بقى يا كريم، في الكتابة الأكاديمية ما ينفعش أكتب الكلام المرسل ده، لأن دي كلها إيه؟ impressions. Academic writing is evidence based. You have to support it with an evidence. Do you have any evidence on that? دي كلها انطباعات مين؟ انطباعاتك انت. هل انطباعاتي ينفع ان يؤسس عليها مشكلة للدراسة؟ لا ينفع، لكن you have to substantiate it with an evidence. مفيش evidence خالص، كل الكلام اللي انت قلته مرسل بشكل او باخر. كمل يا كريم وهات لي اجابة السؤال اللي انا سألته لك الاول. الاخطاء، يعني انت ما قلتليش على السؤال. اي سؤال حبيبي؟ ما أخطاء نطق اللغة الإنجليزية لنا الطلاب المصريين؟ واقف عند كلمة الطلاب المصريين دي وأقول لك دي population، ده مجتمع. من كل الدراسة أنا قعدت أدور على الإجابة بتاع السؤال ده ما لقيتوش، فأنا قلت يمكن أنا مش قادر أوصل للإجابة أو مش قادر أقرأ مخك. لا، هو الطلاب المصريين إحنا الغالب هتكون طلاب الصف الأول الثانوي. الصف الأول، طب جاوب لي على السؤال بقى. السؤال إحنا ما كنت بتكلم اللي سيمبل ذا بروبلم، اتكلمت جيت إكزامبل إن ممكن بعض الناس تكون بتنطق الكا أو الثا اختلاف شويه او مش بالطريقه الصحيحه، فبالتالي ده ممكن يغير الكوميونيكيشن او مين. هل هو ده الاجابه بتاع السؤال؟ ده سؤال بحثي. ده اكزامبل منها. لا، مفيش حاجه اسمها اكزامبل، ذس از ريسيرش كويستشن. استاذنا الدكتور عادل علمنا كده ان الريسيرش كويستشن هاز تو هاف ا تول تو انسر ات. فين التول اللي انت جاوبت بيها السؤال الاولاني اللي انت قلت فيه اخطاء نطق اللغه الانجليزيه للطلاب المصريين؟
الفكرة انك انت تحط في بداية الريسيرش كويشن بتاعتك سوري في بداية مشكلة الدراسة وتحدد ملامح الظاهرة لازم تتتبعها بشكل او اخر. والسؤال ده في مكانه استاذك الدكتور عادل واستاذتك الدكتورة اسماء لما قعدوا معاك وحطوا المخطط حطوا لك السؤال في المكان الصح، لكن انت ايه؟ ما جاوبتوش لانك دورت على كل الرسالة علشان اطلع اخطاء طلب الدكتور عادل ما لقيتهاش. ولما جه ياخد المثال اللي خده في الريسيرش كويستشن في الاول التست ما بيعكسوش لان التست ما بقاش يشتغل على السوبرا سيجمنتال اسبيكتس. انت دلوقتي جبت مثال الكونفرنس في حاجه السوبرا سيجمنتس موجودين فين في الستريس والانتونيشن فين موجودين في التست؟ شوف انت قلت فين في التست، هل هم موجودين في المشكله؟ نو. وعشان كده البحث العلمي ما هو الا منظومه متتابعه من لحظه ما بتبدا بالعنوان الدراسه بتاعتك الكريم لغاية ما تنتهي بالتوصيات بتاعتك. عشان كده كان المفروض البحث يتحط عنوانه قدامك يترجم الى مجموعه من الاسئله، مجموعه من الفروض، مجموعه من الادوات، وانت بتعرض النتائج بتاعتك بتشتغل على الايه؟ الاسئله والفروض. عشان كده لو جيت بصيت من البدايه للنهايه مفيش اجابه للسؤال ده في اي حته. طب السؤال الثاني يا كريم اقرا كده. بلاك دوت انا يجب ان اتبع الطلاب استخدام تطبيق اندرويد لاستخدامها. جابته فين يا كريم؟ في الانستركشنز اللي انا اعطيتها لهم. انا اسف اذا كان اجابه سؤال بحثي هيجي في الانستركشنز this is not acceptable. احنا بنقول كلمه ريسيرش كويستشن لاستاذنا لما يتحدد لها ايه؟ اداه. يعني انت عارف حتى لو انا قلت ما اخطا نطق اللغه الانجليزيه لدى طلاب المرحله الاولى الثانويه من وجه نظر الخبراء والمعلمين هقبلها لانك انت هتعمل كويستشنير هتعمل سيرفي وتروح تقدمه لهم وتقول لهم قولوا لي من وجهه نظر المعلمين اللي بيدرسوا لهم قولوا لي يبقى انت اجبت عليه. لو سبته بالشكل ده اصبح اجراء وليس ريسيرش كويستشن، اصبح اجراء هقدر اجاوبه من خلال ايه؟ الليتشر ريفيو بتاعته. لكن بالشكل ده السؤال الثاني مش موجود. اقرا السؤال الثالث. الى اي درجه يكون التطبيق النقال المقترح مفيدا في تعزيز مهارات نطق اللغه الانجليزيه؟ طيب وريني بقى ايه علاقه الثلاث اسئله بتوع الريسيرش كويشنز بتوعك بعنوانك البحث. هل في اي علاقه؟ احنا بنتكلم على الريميديال بروجرام، بنتكلم على ايرور كوريكشن، فجاه بدانا نتكلم على تعزيز مهارات النطق بالعلاقه ده بالريميديال نيتشر اوف ذا بروجرام. انت بتنطلق من مكون مختلف تاني تماما يا حبيبي. مفيش اي مكون هنا يدل على عنوان الدراسه لان انت كلامك كله ايه؟ Remedy pronunciation errors. ولما جيت في مشكلة الدراسة كل ال pronunciation errors اللي انت قدمتها على segmental level مش على supra segmental level. يعني معنى كده ان features of connected speech، معنى كده ان stress، معنى كده ان listening comprehension، معنى كده ان intonation patterns اللي محطوطة في السؤال بتاعك ليس لها محل من الاعراب. فاصبح الامر انا ماشي في اتجاه كده في الادوات بتاعتي والمادة المعالجة بتاعتي والاختبار بتاعي والمشكلة راحة كده. فلابد ان احنا ناخد بالنا جدا يا كريم انك انت بتتكلم على منظومه بحث علمي وليس مجرد ايه؟ انطباعات. حلوه كلمه انطباعات. الامبريشنز دي لا. حاجه ثانيه يا كريم تهمنا قوي دايما يقولوا ايه؟ انت قلت امبريشنز. يقولوا فيرست امبريشنز ايه؟ لاست. فيرست امبريشن ده مبدا من مبادئ قوانين التعلم. فيرست امبريشنز لاست وبيسموه ايه؟ بريمسي. قانون الايه؟ بريمسي. في قانون بريمسي وقانون ريسنسي. مهم قوي ان انا اخد الانطباع الاول عن الرساله من الغلاف. مهم دايما يقولوا ايه؟ معلش عذرا دريس. بسم الله ما شاء الله انت دخلت النهارده الدكتور عادل قال لك ايه اول ما دخلت؟ فكرني كده. اول ما شافك استاذ الدكتور عادل قال لك ايه الشياكه دي صح؟ قال له ايه الشياكه دي؟ عشان كده يقولوا الدكتور علي دريس تو امبريس. دي حقيقة. نفس الفكره الرساله كونتنت الفورم. الفورم هي نفس الانالوجي اللي احنا بنقوله دريس تو امبرس. الفورم الكونتنت بقى فين؟ رايت تو كونفنس. يبقى دريس تو امبرس ورايت تو ايه؟ عشان تو رايت تو كونفنس everything has to be substantiated by evidence otherwise it's mere impressions. هبدا كده سريعا واتكلم برضك على الفكره. هاخد بقى نقاط سريعه. طبعا مشكله الدراسه انا قلت ان هي بتهدم البحث لان بياخدوا بعدها الانطباعات الذاتيه والتعميمات. المعلم كلها تعميمات. اصبحت المشكله في حد ذاتها معضله. مش قادر احلها لان الطلاب بيميلوا للنطق باللغه الانجليزيه ايجيبشن واي
المعلم غير مؤهل not qualified ولا يعكس ولا يحاول تنمية نفسه ذاتيا، المعلم لا يبذل جهد، المعلم لا يصحح الأخطاء لأنه فقد للشيء، الطلاب ليس لهم الرغبة، أصبحت مشكلة. خصوصا من دول كلهم assertion with no evidence. الassertion أو impressions قضية كبيرة قوي. عشان كده بسألك السؤال الأخير اللي هسأله، اسأله نفسك دلوقتي، إيه علاقة المشكلة بالحل المقترح؟ وليه اخترت بالذات الهاند هيلد موبايل ابلكيشن؟ وليه اخترت اندرويد؟ وليه تصورت ان اليوزنج اندرويد هاند هيلد موبايل ابلكيشن ويل ريميدي ذا برونسيشن؟ كل الاسئله دي عايزك تسال نفسك سريعا. طبعا العنوان بيعكس تصحيح الاخطاء، الاسئله بتعكس تحسين مهارات النطق. العنوان نتحدث عن تطبيق اندرويد للاجهزه المحموله، والمقدمه بتشتغل الاسئله. شوف الكلام، تطبيقات الهاتف المساعده. ايه تطبيقات الهاتف المساعده؟ كل شويه الاقي متغير جديد داخل وفرض نفسه عليا صعب قوي يا كريم، صعب قوي ان انا كل شويه هاند هيلد موبايل ابلكيشن، وبعد كده تطبيقات الهاتف المساعده، وبعد كده تطبيق اندرويد للاجهزه المحموله، وبعد كده تطبيقات الاندرويد للاجهزه المتنقله. لازم اكون كونسيستنت وسبيسيفيك. احنا في الماجستير ما بندورش على اي مهاره غير مهارتين اتنين اساسيتين، ما بنتكلمش كتير عن الفاليو ادد، القيمه المضافه بتاعه البحث العلمي ما بنتكلمش عليها كتير قوي، لان هي قليله، لان احنا بنعلمك ازاي تبقى باحث، بنعلمك ازاي تثقل كفايات البحث العلمي بحيث انك انت تستعد لمرحله الدكتوراه. لكن اذا فقدت اهم مهاره من المهارات وهي الكونسيستنسي، مصيبه كبيره. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ولكنكم قوم تستعجلون. القضيه كلها ان باحث الماجستير بيبقى في المرحله دي في ايه؟ just like that. عايز بس يعمل كده خلص. I have an email. وأعدى أعداء العلم الاستعجال، لأن hasty makes it late. Hasty makes late. دايما وأبدا عدو العلم اللدود إن أنا أحس إن أنا مستعجل. تعالى كريم نمشي كده واحدة واحدة بسرعة. الأبستراكت بتاعك يا كريم. الابستراكت هنا انت شغال في التوثيق بتاعك على نظام ايه يا كريم؟ ده اي بي اي. طب بص كده فوق، كريم محمد علي الفني. Who is he؟ The researcher. Where does he work؟ Your job يا كريم يعني should be there. Institutional affiliation بتاعك لازم يكون موجود بصورة أو بأخرى. أنا ما عنديش institutional affiliation. لاحظ كده في العنوان بالعربي؟ عالم على ناقه. شكلك عامل اسم حلو قوي في الامارات، فعالم على ناقه. كاتب ايه بقى؟ كريم محمد علي محمد حسن. اه ماجستير. كريم شغال ايه؟ منسق لغه انجليزيه. طب ليه كتبت هناك انك انت كوردينيتور وهنا العربي؟ يعني ما يعني انا راجل غلبان وما بعرفش اقرا انجليزي. الباحث اللي جاي ياخد بالدراسه بتاعتك باحث في شعبة اللغة العربية ما بعرفش يقرا اللغة الإنجليزية خالص، مش لازم يبقى في اتصال ما بين الصفحة هنا والصفحة هنا. نبص كده يا كريم بسرعة. انزل تحت خالص يا كريم. العينة بتاعتك. The experimental group included 34 students trained by the researcher using the Android application. How did you do that؟ يعني أنا قريت الرسالة كلها من أولها لآخرها، ما قدرتش أخرج. أنا دايما نقول للباحث في مرحلة الماجستير يا دكتورة إيمان إن إحنا محتاجين إن الباحث اللي يجي وراك يعمل إيه؟ دوبليكيشن. يعمل إيه؟ ريبليكيشن. هيعمل ريبليكيشن للاستادي بتاعتك، هياخد كل أدواتك وياخد كل حاجة أنت عملتها علشان يتحقق من صحة النتائج اللي أنت توصلت لها. بس بشرط إن يكون إجراءاتك واضحة وضوح الشمس. ما فيهاش حاجة أتلفت فيها كده وأحاول إن أنا إيه؟ أجتهد فيه. هل بالشكل اللي مكتوب يا كريم أقدر أعمل الكلام ده؟ بجنرال ها؟ It's a bit general, not training. Absolutely. انت ما شاء الله قاعد توصف الاخطاء يا كريم. يعني هو يقول يعني ها جنرالي وانت تديله المسمى الصح. ايوه. شوت سيمسون. شوت سيمسون. باك فايرنج. هبص يا كريم على ال 34 طالب اللي انت اخترتهم دول. اخترتهم ازاي؟ هما في المدرسة they had two classes. In grade in the first year, second year. I took one of them to be the experimental group. Intact. And the other one was. شوف أستاذك الدكتور علي قال إيه؟ Intact. Intact.
يعني واخد الفصل بعبله زي ما هو. شوف عبله يعني ايه، انت عارف المصطلح طبعا، واخدين الفصل بعبله زي ما هو. الكلام ده لازم يتقال بشكل او باخر في قلب التوصيف بتاعك للعينه، لان دلالاته بيترتب عليه حاجات كتيره قوي، فلازم اقول ان هو انتاكت كلاس. كمل بقى كده، انا سالتك هاو ديد ترين ذم، قلت لي ايه؟ لا انا ما عملتش حاجه بشكل محدد. طيب هكمل. While the other 34 students in the control group were taught by their teacher. طيب ايه رايك ان متغير حضرتك، المتغير بتاع كريم الكوردينيتور في مدرسه من الامريكان سكولز في يونايتد عرب اميريتس، ممكن يكون متغير هو اللي ادى الى نتائج ايجابيه في حالتك ونتائج سلبيه في الحاله الثانيه؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. وده عشان كده بنسميه ايه؟ اكسبيرمنتال كونتامينيشن. في كونتامينيشن، في تلوث تجريبي حصل نتيجه ايه؟ معلش، ما هو ما ينفعش ان انا اقارن تفاح ببرتقال. انت في المدرسه اللي في الامارات بيحصل لك كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت ولا ما بيحصلكش؟ في المدارس عندنا بيحصل؟ لا. انت في المدرسه اللي في الامارات اتعمل لك سكريننج قبل ما تخش السلك ده، وشافوا الاكسنت بتاعتك، وشافوا الارتكيليشن، وشافوا الكواليتي اوف باوند؟ At the time of applying this, he wasn't in the Emirates, he was here. He was a regular teacher. ايه رايك فيه كطالب؟ He was very good. ايه رايك في الارتكيليشن سيستم بتاعه؟ For me, it didn't improve. He was the same way as he is. This is what I'm trying to say, استاذنا. دايما الانبوت garbage in. Garbage out. فهو اذا كان من البدايه، وبالذات في الفوسيلايزيشن، في الارتكيليشن، الارتكيليشن في المرحله بتاعت السن الكبير بتاعنا ما بتتحسنش بشكل قاطع. لا، بتتحسن في المراحل الايه؟ الاكوزيشن اللي هي مرحله الطفل. لان الكريتيكال بيريود هايبوثيسيز بتاع كريشن في الناتشرال ابروتش بيقول ايه؟ ان احنا بنوصل لمرحله عمريه خلاص اتس اوفر. هو بسم الله ما شاء الله، انا قلت ان الاورال ارتكيليشن بتاعه كويس. فايه رايك ان المتغير بتاع وجود معلم اخر وانت بتقارن تفاح ببرتقال ممكن يعزى اليه سبب التحسين ولا يعزى الى البرنامج بتاعك؟ هل فصلت هذا المتغير؟ فصلته، لان زي ما الدكتور عادل قال انا كنت في الاول يعني كنت موجود في مصر، بدات في مصر عادي. لا انا بتكلم دلوقتي على خلاص احنا بوست دلوقتي، الموضوع دلوقتي لا. طيب دي مشكله كبيره، عشان كده لازم ابص للامر من منظور ان انا حتى في الليميتيشنز بتاعت الاستادي بتاعتي في الاخر خالص اقول ان كان في administrative limitations، ان انا لما قارنت كريم بعطيه، وكريم بسم الله ما شاء الله البوتنشالز بتاعته في الارتكيليشن كانت عاليه، فممكن يكون ده سبب. هكمل يا كريم. Using the traditional way، هي ايه traditional way؟ وخصوصا انك انت استخدمت كل الاكسرسايز منين؟ من التكست بوك، يعني انت ما عملتش حاجه غير انك انت خدت الكونتنت بتاع الكتاب وقدمته براكنج ايديا، لفيته حلو، عملت له ماركتنج بس مش اكتر ولا اقل. فايه المشكله ان احنا نبص للامر من هذا المنظور، ان الترديشنال واي دي ممكن تكون هي احسن، لان الطالب بيبقى في المرحله دي في الكونفورت زون بتاعته. ممكن نحط عليه يا ريت يا كريم. لان هو في المنهج دايما في كل يونت كان في جزء البرونسيشن كان كومبليتلي نيجلكتد، يعني ما كانوش المدرسين بيتعرضوا له خالص في التدريس، ولا كان بيبقى اصلا موجود في الحاجات دي. بتهد البحث تاني. يعني كل رد انت بترده بتهد بيه البحث، لان فكره السكيبنج اوف ذا كونتنت اتسيلف بتقول انه ما اتدرسش حتى في تراديشنال واي، فما ينفعش اقارن حاجه اتدرست بطريقه تثير. خلي بالك اي حاجه في التكنولوجي مع جين زي فيها استاذنا التايم لاين بتاع الجنريشنز. احنا حضرتك استاذنا الدكتور علي واستاذنا الدكتور عادل بنسموهم بيلدرز. الجيل بتاعي بيسموه بومرز. الجيل اللي بعديه بيسموه جنريشن اكس، الجيل اللي بعديه جنريشن واي، الجيل اللي انت بتدرس له دلوقتي من اول 95 فصاعدا بيسموه جنريشن زي، الجيل الرقم ديجيتال نيتيفز بيسموهم كده فعلا، حضرتك زي ما انت قلت ديجيتال نيتيفز. الديجيتال نيتيفز دول انت بتقارن حاجه هم البريفرنس بتاعهم اصلا طول الوقت بيسموهم كده، they are over connected. معلش انا والدكتور علي والدكتور عادل لما بنعمل موبايل ديتا اقول لك ايه؟ الفليكسات هتخلص، اقفلها. لكن ابني قاعد في البيت اسمه اوفر كونكتد. يعني ايه اوفر كونكتد؟ 24 hours a day connected. 7 days a week connected. 30 days a month connected. 365 days connected. فبيصبح الامر عندي قضيه كبيره قوي ان انا بتعلم على جنريشن زي هو اسمه تيك سافي. يعني ايه تيك سافي؟ لا ده مدمنين كمبيوتر ومدمنين اجهزه، لدرجه ان اليونسكو طلع مصطلح اسمه ديجيتال بارنتنج، الوالديه الرقميه.
الواد ابوه وامه النهارده ما عادش البيولوجيكال بيرنتس ده عادوا ايه الموبايل سكرين 6 سكرينز اللي عنده فاصبح بس ممكن ديجيتال بارنتنج فاصبح الامر ان انا بقارن حاجه لها اثر هاله عندي وبتمنى ان انا اشتغل عليها طول الوقت وحاجه الطالب التاني بيعمله سكابنج ليه لو المدرس في الطريقه التقليديه زي ما انت بتقول يا كريم بيعمل سكابنج للكونتنت انا هديت بحسبه الفتره الجايه كان كلمت معاهم ان هم يركزوا كمان على البرونسيشن يعني مش سكابنج دايما يقولوا يا كريم مش انا قلت لك دلوقتي ايه دريس تو ايه دريس ورايت تو ايه تو كونفنس عارف اكت تو ايه اهم واحده في بقى يا ريت يقول لك اكت تو امباكت بريتش قول اللي انت عايزه لكن في النهايه تفتكر ان المدرس بمجرد ما يسمع منك ان هو المفروض يركز ده انت بتقول ان هو ايه فاقد الشيء لا لا يعطيه ده هو فاقده من الاساس You cannot get blood out of stone. فهو أصلاً طور بنقول له إيه برضك؟ لبوه. فالأمر هنا كريم محتاج إن إحنا برضك تاني. لغة البحث العلمي is very precise. وده المخرج اللي إحنا تعلمناه من أساتذتنا الدكتور عادل والدكتور علي. الدكتورة أسماء الله يمسها بالخير وتجمعنا بيها على خير إن شاء الله. فأساتذتنا دايماً يقولوا لنا إيه؟ Try to be very tentative. Never ever be certain. في البحث العلمي you have to verify. القضية كلها ان التجربة اللي احنا بنعملها هدفها الاساسي ان احنا ايه؟ to verify to explore طيب هنزل تحت كده يا كريم a pre-post test for ايه بقى؟ evaluating كمل students knowledge of English language pronunciation skills يعني انا الاختبار بتاعي performance test ولا achievement test انا بقى في هنا اقول ايه لا ده اختبار اسف ده اختبار تحصيل صح يا استاذنا الدكتور عادل صحيح يعني لما اجي هنا اتكلم على كل اللي موجود في الايتمز بتاعت الاختبار بتاعك كلها قايمه على الايه سكيل بيست ملهاش علاقه خالص بالايه بالنولج بيست لان انا لما بقيس سكيل ضمنيا موجوده فين في النولج يعني في ميلرز بيراميد استاذنا الدكتور عادل بيقول ايه تو نو تو شو sorry to know how to show to do اعلى مستوى من المستويات اللي هو ايه to do to do ده منطوي تحت الثلاث مستويات اللي احنا بنتكلم عليهم في ميلرز بيرمنز فاصبح الامر لما بقيس نولج وريني كده لما اجي للاختبار بتاعك واقول له ايه feet set receipt letter could some done this beat الطالب علشان يطلع السبيلنج باترن بتاع لونج فاول اي اللي انت حاطه في اول حاجه اللي هو سيت عشان يطلع الكلام ده ده مهاره ان هو يعرف ان السبيلنج باترن بتاع فاول اي لونج اي في اي زي هي ومي وشي وبي في ايه سيت اللي هو الاي اي الاي اي الاي اي الاي اي عشان يعرف الكلام ده this is knowledge مش بالضروره ان هو يقدر يطبقه في الاختبار هنا إذا انت بتطلب ان هو تو ديسكريمينيت على مستوى الايه الاختبار فاصبح الامر بردك ان انا تاني بهد في البحث بتاعي بمعود طول الوقت كل ما بكتب كلمه قاعد بقى ايه بطلع اخطاء بحيث ان البحث بتاعي يقع مني الاختبار بتاعي اختبار تحصيلي بيقيس المعرفه اختبار اداء يقيس المهاره دي مهمه قوي اللي انت قايله هنا ان هو اختبار ايه معرفه بيقيس معرفه انت قايل كده تو ايفالويت ستودنتس نوليدج هكمل اقرا النتائج بتاعتك كده النتائج في نفس الصفحه في الابستراكت results of the study revealed that there were statistically significant differences between control and experimental groups on both achievement and performance in favor of the experimental group طيب الكلام ده لما اجي اكتبه في اكاديميات وادبيات المجال ينفع ان انا اكتبه بشكل عام كده لما اجي اقول ايه شوف الكلمه دي where statistically significant difference between the control and experimental on both achievement and performance انك انا عندك achievement يا راجل حرام عليك ينفع خلي بالك في كتير من الباحثين ما بيقراش من الرساله كلها الا الصفحه الاولانيه بياخد الابستراكت ويترجمها فلو ترجم الكلام ده وخده وحطه في الرساله حاجه تعمل لنا مشكله كبيره هكمل ها in favor of the experimental group the proposed treatment based on the Android handheld mobile application was proven to be effective in developing students' pronunciation skills. هل الدعاء ما طورش؟ طيب ماشي. هل الدعاء ده في ايفيدنس عليه؟ ليه
ليتر اون يعني الرساله. طب وليه ليتر اون؟ انا مش هاخد من الرساله بتاعتك دي اي حاجه غير الصفحه الاولانيه. وبعدين الكتابه الاكاديميه بتقول لي ايه؟ اتس ايفيدنس بيست. الدليل بتاعي ان هي بروفن تو بي افكتيف ان ديفلوبينج ها ستودنتس برونسيشن. البوست تيست. البوست تيست عملوا ايه فيه؟ الريزلتس were better يعني enhanced. الايه؟ الريزلتس were enhanced. يعني ايه برضه؟ تطورت شويه او تغيرت الافضل يعني. لدرجه كام؟ يعني انت مش عارف دراستك اللي انا حافظها اصلا. يا راجل. لقيتها ولا لسه؟ ولا اقول لك تلاقيها فين؟ page 79 79 لا انا هروح 63 يا مولانا. بص كده على اخر درجه، اخر درجه في الجدول طالعه عندك كام؟ ده نمبر 5 طبعا. بس بالنسبه للصفحات انت عامل نسخه ثانيه اكبر دكتور علي، عشان كده الصفحات تيبل 10 شوف اخر سكور عندك كده في تيبل 10 كام؟ حد من اللي عاملين الاحصاء قاعد بس معانا علشان ما ها؟ حد من اللي عاملين الاحصاء قاعد معانا؟ دكتور مهم تيبل 10 ايه؟ ايه؟ انا ما ركزتش بس. طيب هو هيقول اهو اسماعيل هقول ايه؟ اتفضل اخر سكور عندك في الجدول كام؟ 0.91. السكور ده بتاع ايه؟ اللي هو السايز افكت. السايز افكت، عارف السايز افكت معناه ايه؟ الديفرنس بتوين عارف حجم الاثر بتاعك هنا حجمه قد ايه؟ سمول ولا لارج ولا ميديوم؟ لارج ده هيوج، ده مش هيوج كمان، ده متعدي كل خطوط الايه؟ الامكانيه العقليه البشريه، خصوصا في مهاره زي مهاره البرونسيشن. لما اوصل ان 91% من حجم الاثر بيعزى الى البرنامج بتاعي، حضرتك عملت بريك ثرو، عملت طفره لا يمكن اعادتها مره ثانيه، وخصوصا مع مهاره من مهارات انتاج اللغه. ايتا سكوير هنا لما طلعها بهذا الحجم والله انا ارفع لك القبعه. لكن هل ممكنه؟ اسف ممكنه يا استاذ الدكتور عادل؟ اللي احسن طلعها كده. ما هو احسن جاربج ان جاربج اوت رايت، جاربج ان جاربج اوت. فليبقى الامر ان انا عشان اوصل لطالب حضرتك بتقول عليه بينطق باللغه المصريه، طالب ما عندوش معلم بيصحح له، طالب ما عندوش القدر من الرغبه او الدافعيه للتعلم، طالب ما بيبذلش اي مجهود، وبعد خمس اسابيع من التدريب داخل فصول اللغه العاديه اوصل بيه ان حجم الاثر بتاعه يوصل لهذا الحجم، صعب ان انا اقتنع بيه. بس ارجع تاني واقول انا لو انا مكانك هاخد حجم الاثر ده وارميه فين؟ في الابستراكت بره. اول ما اقول افكتيف احط ايتا سكوير كذا كذا كذا. انما ما ينفعش اقول it was proven to be effective in enhancing pronunciation. السؤال الثاني بقى، هو انت كنت بتحاول انك انت تعمل تحسين وتنميه لمهارات البرونسيشن ولا لعلاج الاخطاء؟ تحسين من خلال لا انا اسف في فرق، ما تقوليش تحسين من خلال علاج. عنواني بيقول لي ايه؟ علاج. علاج. انا رايح لمنصوره، ما تقوليش ما انا رايح دمياط وهحاول على المنصوره. ما ينفعش. التارجت بتاعي اساسي ولازم احققه بشكل او باخر. طيب تعالى كده شوف 47 صفحه 47 كده، عشان انا بس عايز اقلب الابستراكت ده وامشي على طول سريعا. بص على صفحه 47 كده يا كريم. اتفضل. The level of the test. اقرا بس الكلمه ديت يا كريم اللي هو the level of the test. صفحه 47؟ اه. السطر الثالث، السطر الرابع من purpose of the test في الاول خالص. Chapter 1. Chapter 3 method of the study في ال instruments. purpose of the test سطر 4. To evaluate the pronunciation. Of second year. ايه ده؟ انت شغال على second year و first year؟ لا first بس. وايه اللي اعرفه ان هم first بقى؟
ما انا كده الكونسيستنسي شغاله الانكونسيستنسي شغاله طول الخط يا كريم. هي بس الخطا في السامبل كان دي بس المره دي. يعني انت متاكد؟ اه. طب ارجع تاني للصفحه اللي بعدها. طيب وشوف برضك في اللغه العربيه كريم كده. عشان انا بدات اشك يا كريم في كل حاجه. حضرتك صفحة 5 في المنهجية صح؟ اه مشاركين في الدراسة تم اختيارات 66 طريقة من الصف الأول والثاني. لا في واحدة كمان برضك فيها الصف الثاني فقلت أنا اللي أنا اللي مش قادر أركز فأعذرني معلش. أنا اللي مش قادر أركز لأن كل شوية ألاقيها أولى ولا ثانية بعد شوية. العربي ولا في الإنجليزي؟ مين يا ريس؟ محددات الدراسة صفحة 5 الصف الأول والثاني. لا خلاص ما بقى ريس. طيب عرفنا هنعمل إيه الكي ووردز بتاعتك يا كريم. بص عليها كده وقول لي ايه ايه رايك فيه ماشيه كده ولا مش ماشيه. اندرويد هاند هيلد موبايل ابلكيشن فيرست ليفل سكند ريسيرش ستودنتس اوف ترانسليشن. يعني انت مش معتمد ان الاندرويد هاند هيلد موبايل ابلكيشن دي تعتبر حاجه محترمه تكتبها بشكل غير كده. ايه اللي بيتكتب في الكي ووردز ايتالكس وايه اللي ما بيتكتبش ايتالكس؟ ايه اللي كتب بولد؟ هل كي ووردز كتب بولد في الاي بي اي؟ انا اتصور يا كريم انك انت محتاج الابستراكت بتاعك تتظبط بحيث ان هي تبقى تو ذا بوينت وتبقى انت عندك 250 ووردز اياك انك انت تسيبهم وتفضل تشتغل على حاجات مالهاش لازمه خالص. بص على الايه بص على صفحه 5 يا كريم. The study will proceed. تحت الديليميتيشن اوف ستادي سيجنيفيكانت اوف ستادي سوري ستادي وبروسيد وذين ديليميتيشن. طيب بص كده انت عامل ريبورت ولا عامل ايه دلوقتي؟ بتتكلم على فيوتشر بلانز ولا بتتكلم على حاجه اوريدي دان؟ البروجرام يعني ولا يعني ويل يا في الاكاديميك رايتنج انت هنا دلوقتي ريبورت رايتنج ولا بتتكلم على فيوتشر بلانز؟ طيب شكرا يا ابني. لا كده 68 participants EFL October 9 2016 to December 18 2016. بص على صفحة 57 كده كريم شوف العدد بتاعك قد ايه برضك لان انا بدأت كل حاجة فيها عدد عندك اشك فيها. صفحة كام 10؟ 57 اللي بتتكلم عن intervention of the study. تحت description of the intervention chapter 4 chapter 3 يا حبيبي تحت description of the intervention. انت بادئ من كام؟ حاليا في chapter 3 instruments of the study. ايوه purpose level خش على intervention of the study من تحت description بتاعها الباراجراف الثالث فيه. تبدأ كده 5 sections التاريخ يعني احنا بنتكلم على 9 اكتوبر ل 18 نوفمبر صح. 9 اكتوبر ل 18 نوفمبر يعني له 5 اسابيع زي ديسمبر مفيد. تاني برضك زي اولى وتانية ايه رأيك؟ العمل اذا طلع من ايدي اصبح مسؤوليتي في كل كلمه بتتكتب. انا فاكر استاذي في الماجستير اديته رساله قعدت عنده 6 شهور ورجعها لي بقلم اخضر في عباره واحده في الرساله كلها من اولها لاخرها وعيطت نهاريها لان كاتب لي ايه كانت شورتند ادجكتايفل كلوز ونسيت فيه ايه الكلوز المفروض هي تبقى باسيف عملتها ويتش از كذا فكاتب لي كده ايه في الرساله كلها من اولها لاخرها ما شافش ان في الرساله حاجه تستحق ان هو يقول شكرا جزاك الله خيرا كاتب لي عيب كده عطيه. ده مين ده حضرتك؟ دكتور عبد الرحيم استاذ استاذ فكاتب لي عيب كده عطيه والله رساله محتفظ بيها لغايه دلوقتي ما فيهاش حاجه خالص يا كريم غير which is وهي المفروض تبقى ايه؟ which was
او shorten the adjective فكده shorten the adjective طيب الكلوز المفروض تكون على طول ايه participated فشاهد انا قمت لك من تحت ايدك يا عم كريم ما ينفعش بالذات بسم الله ما شاء الله شكلك كده بحيث ايه محترم وفور ادائك الشفهي رائع ما ينفعش باي حال من الاحوال طيب سريعا يا كريم هبدا بقى ايه بص لي على الديزاين اللي انت عامله كده يا كريم Page what? I'll look at it now, sir. Page and title. Because page 7, ya Kareem. A different version from the one you have. Abli definition of terms. I'll look at the page 8. Type. Did you see the shape that you have? Look at the pre-administration of the instrument of the study. Of what? Instrument. What time like instruments? Type. Then it's divided between experiment and control group. كمل. The experimental group works on tablet-based assessment. وانت شغال على التابلت؟ Hand-held devices. ايه؟ Hand-held devices. هو مرة لو ما تعوز تقول لي hand-held mobile devices ومرة تقول لي tablet device وانا شغال على التابلت انت قلت hand-held ما كانش المفروض تقول موبايل. صح؟ تمام. لو لانك انت لما بتقول hand-held يخش تحتها اللابتوب كمان. يخش تحتها الايباد، الايبود، يخش تحتها التابلت. لما تقولي هاند هيلد موبايل ابلكيشن اصبحت ايه؟ قطعا فلما تيجي هنا تقولي تابلت بيست اسسمنت ايه ده؟ ممكن شغال على التابلت؟ هو كان مع طارق شوقي ولا ايه؟ عشان كده الدنيا باظت حلوه حاضر يا ريس حاضر يا ريس طارق شوقي حاضر يا ريس اللي هو عامله ده نبخ حاضر يا ريس عشان كده الدنيا باظت عشان كده الدنيا باظت بس عشان ما كناش مدعيين في المؤتمر في شرم الشيخ يبقى باظت هيقولوا كده وكان في تربويين اساسا كان اسلام دكتور رضا تاني يا كريم لما اجي اتكلم هنا انزل تحت خالص في البرونسيشن عرفي اقرا لي كده التعليم بتاعك يا كريم معلش ده بقى اهم حاجه عندي لان ده المحدد اللي هيحدد لي شكل المؤتمر ولا يحدد حاجه لا انا كاتب نفس الكلام هيحدد لي كل حاجه كده اقرا لي بس هيبوظ كل حاجه يا مسيد مسيد انا بدات اصدع ممكن تجيب لي قهوه مظبوطه يا مسيد نعم مظبوطه اتفضل يا كريم يا رب واحنا بناخد التعريفات بتاعتنا من سكندري سورسز ولا برايمري سورسز ده سكندري ولا برايمري ولا ما ينفعش يعني في البرونسيشن في كلاسيك ريفرنسز الكلاسيك ريفرنسز مهمه قوي ان انا اعتمد عليها بصوره او باخرى انما ما ينفعش ان انا اروح اجيب سكندري سورس ما ينفعش اجيب رساله ماجستير بتاع حد زميلي واقول اعرفها عطيه ومين عطيه ده ان شاء الله لا نشتغل على دوغلاس براون نشتغل على الناس بتوع روتش بيتر روتش حد من الناس المحترمه فين رايكس؟ Page 109, Jill Kijani, English Pronunciation Instruction. Here you are. The reference. صح الكام؟ The reference. بص حضرتك يا ريس. Literature review. Still what? What? One over? اه 80 يا ريس. لا النسخة بتاع حركة خطها كبير برضه هتلاقيها بعدها شوية. وعندنا شوف بقى بالجي بالجي يا ريس. اه شوف بالجي. هو اللي كاتب له اساسا ان البرونسيشن ديفينيشن از نوت كوريكت بص عليه بقى كمان الدكتور عايز از نوت ا ديفينيشن يعني تو ستارت ويز يعني يعني هي از ريستيتنج ذا اوبفيوس اقرا كده كريم بس ذا برودكشن اوف انجلش ساوند برودكشن اوف انجلش ساوند ار يو انتو برودكشن اور ريسبشن الاختبار بتاعك كله عباره عن ايه يبقى انت كده بتقتل نفسك بايدك دكتور علي قال لي دكتور علي قال لي ار شوتينج يور سيلف لما اجي اتكلم على تعريف الاجراء بتاعه واقول ان هو انتاج الاصوات وانا كل شغلي شغال على الريسبشن بتاع الاصوات بخلي الطالب يسمع ويقول ما بينتجش صوت خالص ولا انتج؟ انتج؟ فين سجلته ازاي الانتاج بتاعهم؟ ده كل العبارات اللي موجوده عندك بري ديتيرمند ستيتمنتس حركته اندرلاين 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 فين البرودكشن هنا يا كريم؟ طب كمل يا كريم
at the production of English sounds. Of English sounds, learners acquire the correct pronunciation when they repeat sounds and correct them when learners produce these sounds in an active way. يعني كمل انت بتحكي قصه ليه دلوقتي دي بالظبط ده حكي يعني حكي بالظبط ده مش تعريف كمل learners try to overcome their first language difficulties when they start learning pronunciation as they make new habits كمل Yeats 2002 defines pronunciation as the production of sounds that Yeats ده لما عرفه ده دايركت سايتيشن ولا مش دايركت سايتيشن ده تعريف التعريف دايركت سايتيشن اقتباس مباشر الاقتباس المباشر ده بيحتاج الى ايه acknowledgement يحتاج ان هو speech marks يكتب ما بين speech marks inverted commas في نفس الوقت لازم page number خلي بالك كل التعريفات اللي موجوده هي محتاجه كده كمل for making meaning in addition pronunciation is permissive of producing certain sounds يعني production of one of sounds كمل as defined by Richard and Schmidt 2000 تعال بقى شوف التعريف الاجرائي بتاعك in this study pronunciation is defined as the second stage students تاني secondary stage مش first year secondary stage students production production of English sounds accurately without errors هل ده التعريف اللي انت بتقصده ورا خلي بالك شوف الكلمة اللي انا بقولها the production of English sounds يعني حضرتك هربت من السوبرا سيجمنتال كلها يعني كل الاختبار اللي موجود بتاعك ليس له محل من الاعراب في ضوء التعريف الاجرائي اللي انت حاطهولي التعريف الاجرائي بيقول لي انتاج الاصوات يبقى بيشتغل على السيجمنتال اسبيكتس اوف ساوندز ما بيشتغلش على السوبر سيجمنتال ما بيشتغلش على الفيتشرز اوف كونكت سبيتش ما بيشتغلش على الانتونيشن باترنز ما بيشتغلش على الستريس فيصبح القضيه هنا يا كريم ان انا ماشي في شكل وكتابتي راح في شكل تاني زي ما قلت انت لابس شيك قوي لكن السلوك بتاعك ما يتسقش مع الايه الاكت تو امباكت صح طيب كمل يا كريم بص كده على الاندرويد هيلد موبايل ابلكيشن is operationally defined as a mobile application most commonly referred to as an app is a type of application software designed to run on a mobile device شوف شوف التو باراجرافس اللي انا بتكلم عنهم انا بتكلم على ديفينيشن ما بتكلمش على تيلينج ستوري يو ار تيلينج ستوري رايت ناو النارتيف رايتنج اللي انت كاتبه ده ما يتكتبش في الاكاديميك رايتنج سكيلز ابدا يا ابني لازم اكون ايه تو ذا ميت تو ذا بوينت انا دايما اقول العباره دي يا استاذ ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد العباره تكتب بماء الذهب قال ايه دليل رجاحه عقل المرء حسن اختياره يو هاف تو سيلكت السيلكتيفيتي از وات ريلي ماترز انتقائك النهارده احنا عندنا المصادر غير عاديه المطروحه على الساحه والمطروحه على الانترنت محدش يقدر يحتويها لكن اختيارك للعنصر المناسب هو الاهم وده اللي بيثقل مهاره البحث وبيفرق بحث عن بحث. بصراحه انا حسيت ان انا زعلان قوي في الجزء الاولاني بتاع خطه البحث بتاعك وحسيت برضك كريم ان انا مستعجل بشكل كبير قوي. انا ما بقراش تشابتر 2 عشان كده بنقل على طول على تشابتر 3 عشان عارف اساتذتنا ايه لهم. 45 صفحه 45 في اول صفحه في تشابتر 3. في الانترودكشن بتاع التشابتر انت بتتكلم عن ميثودولوجي وتحتها على طول بتتكلم على الميثود عنوان التشابتر فوق ميثودز اوف ستادي كونسيستنسي هنا وايه الميثود يعني ميثود ميثود يعني الاس هنا البلورال دي مالهاش برضك محل من الاعراب اجي ابص على نفس الجدول لو بصيت على الجدول في خطه البحث بتاعي نفس الجدول اللي انا علقت لك عليه في اول صفحه اللي هو التابلت بيست اسسمنت موجود كما هو الاي بي اي فورمات لو بصيت فيجر 2 تحت ما بتكتبش كده لازم حضرتك تنزل بقى ايه اللي بعد الفيجر تحت انا مش هتكلم كتير في الحته دي تعالى بقى بارتيسيبنت اوف ذا ستادي البراجراف الثاني اقرا كده ذوز ستودنتس وير We're about 15 years old. Moreover, interfering variables such as age and environmental settings seem to be controlled. يعني ايه seemed to be؟ يعني ايه seemed to be في لغه البحث العلمي؟ يعني لما اقول seemed to be controlled يعني I have left it for chat ما ينفعش باي احد من الاحوال كل كلمه انت بتكتبها كريم تبقى مسؤول عنها لما استاذنا ينفع دكتور علي علي عادل نقول seemed to be controlled هنا are ولازم يعمل لها elaboration ايوه are controllable
or were controllable during the treatment of the study. ويعمل لها elaboration how بقى أستاذنا تبقى صح. طيب أنت قررت إن هما were إيه بقى الجروبس كلها؟ heterogeneous ولا homogeneous؟ homogeneous. How did you know that? هل any statistical analysis you did؟ في كانت طيب لما بقيت تتكلم على مرحلة البرزنتيشن في البراجراف الثالث the control group was told by the classroom teacher by using the regular way of teaching pronunciation which depended on the textbook exercise. In contrast, the experimental group was taught using the mobile learning as a supplementary strategy beside. ايه ده؟ انت كده دخلت برضه في الاثر وده الكونتامينيشن اللي حضرتك اللي انت نفس الكونتامينيشن ان هو يعني هنعزل اثر بقى لمين بعد كده يا ترى التراديشنال باي اتسلف ولا التراديشنال بلس اللي انت قلت عليه ايه لا قلت عليه كلمه كده سبلمنتري يعني ليه سبلمنتري يعني التجربه كلها بالاساس بتقول انك انت قايم بالتجربه مش من منطلق ان هي سبلمنتري ده من منطلق ان هي مين انترفيتش طيب السبلمنتري استراتيجي انا كاتب لك هنا هاو اند يو سيد ذا سكند سيشن لا ده دي بعدها ذا فيز اوف برزنتيشن واز تولد ذا اكسبيرمنتال جروب باي ذا ريسيرشر طب والباقي الفيز اوف برزنتيشن دي يعني ايه انا ما فهمتهاش بس هو اللي انت قدمته وبعد كده المدرس هو اللي اشتغل لا انا كنت موجود طول المده اللي بعمل التريننج ده المرحلتين الاثنين لما بقول ذا فيز اوف برزنتيشن ايه المراحل الثانيه بعد الفيز اوف برزنتيشن البراكتس والبرودكشن البراكتس والبرودكشن دول بيتعمل فيهم ايه يتقدم فيهم ايه ما هو مش مكتوب عندي هنا حاجه in the following paragraph اتفضل يا استاذ تقول يعني help the students to use the program يعني لما اقول help students to use the program effectively what does it mean وانا في presentation phase قلت ان انا كنت موجود معاهم عشان اقدم لهم الفكره هل الفكره كلها كانت على ان هو يوري الطلبه ازاي يستخدموا الابلكيشن وبعدين لما اجي ابص كده the researcher illustrated how to use the android application and how to practice the different section of the program in consolidation لو انا بشتغل على مهاره المهاره بتمر بثلاث مراحل مرحله الكوجنيشن ومرحله الاسوسيشن ومرحله الاوتوماتيزيشن طول الوقت لازم اكون موجود مش مجرد ان انا بس تو شو ده بيقولوا ايه شو نوت تيل يعني حضرتك لازم تكون موجود في قلب المكان عشان توريهم التجربه بتمشي ازاي لما اجي اقول كده the researcher illustrated how to use program or their devices to improve pronunciation skills consequently the role of the researcher was a facilitator هو كلام بترص جنب بعض بس ما ينفعش يا كريم طيب يا كريم بص كده يا كريم the level of the test طبعا دي كلامنا فيها ان في second year second stage students هنشيلها بس اقرا بقى كده الجزء بتاع the level of the test كده يا كريم Since the participants the participants of the study were first year secondary stage students, they studied English for 9 years. Thus, the test was designed and developed by the researcher to be suitable to the level of those students. What is that level you are talking about? As I كنت انت في البداية خالص بتقولي ان هم بيتحدثوا الانجليزية باللغة المصرية وما بيعرفوش اي حاجة وما بيعملوش اي حاجة. طب ايه level؟ خلي بالك لما بدأ وصف في الparticipant بتاعت الstudy بتاعها لازم اوصف بناء على one of the frameworks انا عندي 2 frameworks عندي ال common european framework CEF وعندي الاكت في الجايدلاينز هما فين من الاثنين دول هما في انهي مستوى هما A1 ولا A2 B1 ولا B2 C1 ولا C2 ايه اللي بيقدروا يعملوه وايه اللي ما بيقدروش يعملوه بالنسبه للارتكيليشن بالسكيلز بتاعتك والا برضك اصبح الريبليكيشن بتاع الستادي بتاعتي مستحيله طيب كمل يا كريم بعد اذن حضرتك يعني هو الليفل اوف ذا تيست دي ما كانش لها اي معنى هنا يا ريت كنت تشيلها انا ما كنتش اقول كده انت عامل بعد كده الريابيلتي وعامل بعد كده المفروض بايلوتنج تيست بايلوتنج عشان تشوف مناسب ولا مش مناسب وهكذا انما الفقره دي فقره كده كلام فعلا مرسل جدا ما فيهوش اي حاجه تفيدك واللي بعدها على طول يا كريم سورس اوف ذا تيست اقرا كده وسيلكت نفس الكلام
from their textbooks or something. Then? Then these items were developed using other English pronunciation books, bearing in mind their level. These skills were matching the level of first year, second or sixth. How did you know? هل دي نوع البحث العلمي كريم ما هوش مجرد ان انا كلام بس برصه جنب بعض لما اجي اقول these skills were matching the level of the first year set secondary stage students. How did you know that? مين اللي يقول ان هي ايه الكلام ده؟ خلي بالك ده انا بروح للمحكمين يا استاذنا دكتور عادل، بروح للمحكمين وبديله الايه الاستبانه، ومع هذا كل اللي بيعمله يقول لي ايه ماشي 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 ماشي، لكن في الحقيقه هو ما قالش. فيصبح الامر كونك انك انت تحكم هنا الحكم برضك صعب قوي يا كريم. طيب بص على اللي بعدها ديسكريبشن وذا تيست، وده اللي يهمني الجزئين الاثنين دول زي ما قال الدكتور علي نشيلهم. الجزء اللي بعده ذا بري بوست برونسيشن تيست. Was designed by the researcher in the form of multiple choice questions, matching questions, underlining and listening and choosing to evaluate the pronunciation sub skills for first year, second year stage students before and after implementing the program. To explain more, the sections, content, time frame, and score of tests will be discussed in detail. طيب السؤال بقى، هو انا عندي تيبل سبيسيفيكيشن للتيست بتاعي؟ يعني انا لما بصيت على التيست ورا كده استنى في الابندسيس، بص كده يا ريس، التست نفسه موجود، موجود التست. بص كده يا كريم على ال اهو على اول صفحه في التست 96، وبص لي كده على السؤال الاولاني وقول لي 119. لما اقول السؤال الاولاني بتاع الكونسونانس مثلا المستهدف بتاعه ايه هنا؟ طيب انا سالت كام سؤال هنا؟ الويت بتاعه في الدرجه قد ايه؟ الديفرنشيشن نفسه كديفرنشيشن كل واحده بدرجه. طيب كل واحده بدرجه. الويت بتاع السؤال اللي بعده خلي بالك ان هو يميز ايه؟ درجه. طيب المهاره المستهدفه هنا ايه؟ تمييز بره. يعني انا حصرت كل الكونسونانس بالقدره التمييزيه بتاعت الطالب. هل الكونسونانس كله الاهم اهم مهاره فيه ان هو بس تو ديسكريمينيت بتوين دي سيميلر ساوندز؟ اكمل على اللي بعده. الفاول. اخترت بناء على ايه؟ يعني كلهم بيور فاولز. كلهم مونوثونج. ما اخترتش اي ديفثونج او تريفثونج ليه؟ وبناء على ايه اخترت؟ بناء على الكتاب بتاعهم اللي كنت واخد الاكسسوارز منها. كويس. رد جميل. بناء على الاولويه في الاصوات دي بالذات ليه؟ وعشان كده بقول لك ايه؟ مفيش حاجه في البحث العلمي بنسيبها للصبح. ارجع تاني، الوزن النسبي للاختبار بتاع السؤال ده قد ايه؟ 20. ليه فوق حطيت 10 وهنا حطيت 20؟ والفيتشرز اوف كونكتيف سبيتش اديتها 5. بناء على ايه حطيت الوزن النسبي بتاع الكلام ده؟ بناء على ايه بنيت الاختبار؟ هل الاختبار ده تحصيلي ولا ادائي؟ هل في جدول مواصفات ليه؟ عدد الاسئله المخصصه لقياس كل بعد، يعني لما اجي ابص على السؤال الاولاني الخمس جمل اللي فوق دول اشبه بالكويز. لان في براكتس اشبه بالكويز. التيبل اوف سبيسيفيكيشن بتاع الاختبار موجود اللي بيحدد لك كل حاجه. سهل عليك الدنيا يعني. كنت حطيت وسقطت، لانما لما اجي ابص كده انا بتكلم على ساوند ديسكريبيشن ريسبشن مود برودكشن. فين البرودكشن هنا؟ هو عامله بالسيب ان هو مش حطوش. اللي هو ايه يا استاذ؟ اللي هو التيبل اوف سبيسيفيكيشن. اوكي. لما اجي ابص على السؤال اللي بعده يا كريم ممكن تاخد لي كده السؤال بتاع complete the table with words that have the same stress. ايوه. اللي هو السؤال 6. ايوه. ماله ده؟ انا ما اعرفش احله. هو ده معتمد على نفس الكلمات اللي في question 5 ده هم ده في نيتك. صح ولا غلط؟ صحيح والله. في نيتك. التاسك instruction have to be very specific, have to be modeled. لازم تحط موديل قدام الطالب. انا ما اعرفش احله. حلو ازاي ده؟ هو عايز ايه؟ هو عايز استخدم كلمات من ايه؟ طب انا مش عارف اجيب كلمات زي ايه؟ كلمه ايه؟ ايكونومي. صح ولا غلط؟ صحيح. طيب بص على السؤال اللي بعده 7، جاوب. شوف ذا كوركت انسر. طب كان محتاج تكون واضح شويه بس. يعني ايه محتاج تكون واضح شويه؟ عشان تكون فاهم الطالب اللي بيتكلم على السنتس ستريس هنا، يعني
انا ما عرفتش انت عايز ايه. والله ما عرفت ما عرفش ايه الكلمه. انا كاتب لك كده based on what would you like me to choose the correct answer, will he listen to a text and you check his comprehension or what are you مش عارف ايه هير. انا مش عارف. ما هو اذا كان التست بتاعي بالشكل ده اكمل خش على اللي بعده. intonation 5 marks. Read the following sentences, then write. مين اللي هيقراها؟ مين اللي هيقراها؟ الطالب. طيب الطالب قراها بأي طريقة هو عايزها. ممكن نحط الانتونيشن باترن زي ما هو عايز. في الفري تيست. ايه؟ في الفري تيست يعني بعد الانترفنشن المفروض يكون يعني فاهم. لا ستيل الانستراكشن ما قالتليش كده. ما قالتليش ان هي انفورماتيف ولا اكسكلاماتوري ولا ايه شكلها. ما قالتليش اذا كانت انتروديوسينج ذا انفورميشن فور ذا فيرست تايم ولا ري انفورسينج ذا انفورميشن. فلما تيجي تقول لي وين واز مجدي يعقوب بول, انا هقول لك كده بالعربي بنقول كلمه يا سلام. يا سلام والله يا سلام. هقولها بعشر انتونيشن باترنز صح ولا غلط. كل واحده بتعتمد عليا انا قلتها ليه وازاي والهدف منها ايه. اصبح السؤال هنا كونفيوزنج. جاوبه انت كده وين واز مجدي يعقوب بول. المفروض ان الدامج كويستشنز بيكونوا فور لي ولا يكونوا ده تيكن فور ستريت فورورد العلاقه. لكن انا ممكن اغير العلاقه بتاعتي, انا ممكن احطها ستيتمنت كمان صح ولا غلط. صحيح. يبقى التعليمات بتاعتي هنا ما هيش واضحه. لازم تعليماتي في السؤال وبناء الاختبار بالذات لان هيترتب عليه 20,000 حاجه. طيب السؤال بقى, وده سؤال بالنسبه لي قاسمه الظهر وانا زعلان منه. اقلب كده على شاشات الايه الاندرويد. هات الشاشة بتاع الاندرويد. اقرأ اول شاشة. طيب. Listen and take. Okay. Listen and take the word you hear in each page. Okay. اول واحدة. Ship. دي اول سؤال في الاختبار. يبقى اصبح اختبار تحصيل. بل بالعكس مش محصل كلمة اختبار تحصيل. كمل. Mouse and mouth. خلاص كده. ده مصيبة. تقلب الصفحة. السؤال الثاني. Complete the table with words that have the same vowel sound. كم؟ اقرا الكلمة. اقرا انا؟ لا لا عادي. لا اقرا انا من الـ من الـ من التست مش من الشاشة. من التست؟ من التست وقول لي لو في كلمة ناقصة قولها لي. Feet, set, receipt, little, cloud, would, some, tooth, done, beat, this, should, to, flew, hot. في كلمة ناقصة؟ لا براك بس قلت كلاود. هي كود. كود موجودة؟ موجودة. اقلب الصفحة. Homework today technology energy record أو record حسب الإيه verb or noun. اللي بعده intonation pattern when was مجدي يعقوب born أول سؤال. اللي بعده connected speech هو الابلكيشن هو التست. هو كان معمول على الابلكيشن يعني هو انا عملت الابلكيشن. هاو كم؟ يعني ايه؟ يعني انا كنت عامل نسخه ورقيه كنت كمان مدخله على الابلكيشن. يبقى الهدف من التجربه كلها كده؟ لا لا هو ده اللي واضح يا ابني. ايوه الواضح ان كل اللي انت عملته اولا عن اخر الاي تيست. لا كان في يعني مور اكسرسايز يا دكتور بس يعني. فين؟ ده نفس الكلمات. لا لا ده عمليه يعني نفس الكلمات يا حبيبي. يعني المصيبه الاكبر خالص يعني. المصيبه الاكبر انك انت نفس الكلمات هرجع تاني واقول كلمتين اتنين بس. ارجع كده للعربي بتاعتك صفحه 5 اقرا بالرجوع الى نتائج الدراسه كده. يعني برضك العربي بتاعك فوق خالص رقم 8. تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعه التدريبيه لمده ايه؟ فصل الدراسي. فصل الدراسي في الفتره من 9 من اكتوبر الى 10 من نوفمبر. برضك نفس الفكره. اكتوبر نوفمبر اكتوبر نوفمبر يديني 5 اسابيع ما هوش ترم دراسي. وشوف قابلت الطلبه كم مره في الاسبوع اصلا. كمل كده انزل تحت. بالرجوع الاستنتاجات. بالرجوع لنتائج الدراسه وكلام استنتاج من فصل التدريب. قدمت الدراسه الحاليه دليلا على فعاليه استخدام التعلم النقال في تقفل. انا بقى قلت شغال على التعلم النقال.
الأجهزة المتنقلة أرفع كمل كده. لتطوير مهارات النطق باللغة الإنجليزية لدى طلاب الصف الأول. أنت كنت شغال على تطوير مهارات النطق؟ كمل. لاحظ الدراسة إمكانية دعم تكنولوجيا جديدة في التعليم من أجل تحسين مهارات الطلاب في النطق باللغة الإنجليزية. هي الدراسة بتاعتك هدفت للكلام ده علشان تطلع الكونكلوجن كده؟ كمل. يعد استخدام تطبيق الأندرويد الأجهزة المحمولة كوسيلة مساعدة داخل الفصل مهم جدا في تحسين مهارات النطق باللغة الإنجليزية لدى طلاب الصف الأول. بلها كمل كده بعدها. التوصيات التالية مبنية على النتائج. ايه رأول توصية؟ لابد ايه؟ لابد مش توصية ده امر. ايه ده يا كريم؟ لا ده ايه الاربعة يا استاذنا. لابد ان تعطى تطبيقات الاندرويد التعليمية اهتمام. يجب بس. اللي بعده يا كريم. يجب. يجب ان يعطى المعلمين والمعلمين الاولويه استخدام التكنولوجيا لتطوير مهارات التعليم. وده كان جزء من شغل يا كريم يعطى المعلمون والمتعلمون. المعلم كان مستهدف عندك؟ لا. كمل يا كريم. يجب ان يستخدم التعلم لتطوير مهارات اللغه. كمل يا كريم. يجب ان يكون اكثر فعاليه اكثر على فعاليه استخدام التعلم النطق. كمل يا كريم. لابد ان يجرى دراسات اكثر للجهاز. لا عليك يا كريم، يعني اللي انا شفته من ادائك شفهي زعلنا قوي عليك. زعلنا قوي لأدائك الشفهي متميز، لكن الأداء الكتابي محتاج إنك أنت تاخد درس عربي. كمل يا كريم. لا أرى المقترحات البحثية. المقترحات يجب أخذ هذه المقترحات في الاعتبار عند إجراء كورس أخرى. أتحقق من فعالية استخدام التعلم. أتحقق إزاي بقى في التجربة بتاعتك وأنا ما عنديش إجراءات ثابتة ولا اختبار ثابت ولا أي حاجة، كل المدخلات بتاعتي حاسس إن هي مش منضبطة، هعمل إيه؟ اقرأ أربعة يا كريم. البحث سوري ثلاثة. البحث في مناطق بحثية أخرى وصل بمواد. البحث في مناطق بحثية أخرى. ده عربي لابس برنيطة والله، إنجليزي لابس برنيطة. كمل. خاصة بالإيه؟ خاصة بالمواد المساعدة. يعني إيه المواد المساعدة دي؟ إيه؟ سبلمنتري كتير. يعني إيه بره؟ إضافية يعني إضافة للمنهج. هو أنت شغلك كان عن السبلمنتري ماتيريال؟ ما كانش على السبلمنتري ماتيريال، انت قلت كده في عباره دارجه هدف البحث بتاعك. مش انا زعلان قوي كده. المراجع كلها عايزه، يعني انا كاتب هنا بلاوي. طبعا انا بعد صفحات من اول الجداول بتاعتي، بعد صفحات، يعني شوف الصفحه عامله ازاي. مفيش اي بي اي خالص. انت بتقول ان هي اي بي اي، كل دي صفحات بعدها ثلاثه. كل دي صفحات بعدها، الكوريليشن نفسه كل ده بعده. انا مش هاخد اكتر من كده لان انا حسيت ان انا طولت عليكم، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، والله المستعان ان شاء الله. طبعا يعني بصراحه بشكر اخي وزميلي العزيز العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عطية السيد لهذه القراءة المتأنية الرصينة جدا، very analytical to the point deep very deep. يعني مش عارف هو مش من سوء حظك ان يناقشك حد بتاع جودة، يعني العكس العكس، واخد بالك؟ لان بتوع الجودة عاوز perfection، وانت الحقيقة يعني اجتهدت. انما احنا بنشكر معالي الرئيس، وكل حاجة من دي هتتعامل يا حبيبي، هتتصحح وتتعرض على المناقشين، خد بالك. فيعني انا طبعا مش هطول بقى، لان معالي الرئيس اخد كل الحاجات اللي كانت تدور بخلدي، ولكن يعني في بعض الحاجات ان انا هتكلم عليها. هو حضرته اتكلم على العنوان، خلاص انا مش هتكلم عن العنوان لسه، بس يا كريم تكتب بقى partial fulfillment او fulfillment of، مش موجودة، مفيش dividers acknowledgement وكده. كل استاذ تحطه بالتايتل بتاعه. عندك في الاخر خالص في acknowledgement بتقول I would never be who am who I am. طبعا هنا مفروض تقول I would have never been able to accomplish this academic work. عندك مشكلة كبيرة جدا في الكتابة الأكاديمية.
انا همشي معاك ب كأن واحد بيصحح، يعني اقول الشابتر ده انا شايف انه واخد كام من 10، الشابتر ده ياخد كام من 10 اند واي، واخد بالك؟ وبرده ان بتوين انا اعمل لك كل الحاجات اللي قدرت اصححها لك. يعني مفيش طبعا في البحث العلمي ان الموبايل ابلكيشن was proven to be effective، مفيش proof complete proof، مفيش. احنا بنقول في indication that it could be effective because of انت كل اللي عملته دراسة صغيرة على فصلين، واحد سبته ما عملتش فيه حاجة والتاني اديته supplementary يعني materials وكده، فما نقدرش احنا نقول كام. عندك بقى the big question، دي من big questions على طول. What this thesis aim, thesis apostrophe aim to treat pronunciation errors or to develop pronunciation skills. لخصت لك انا 90 مش 90، يعني جزء كبير جدا من اللي اتكلم عليه الاستاذ الدكتور عطيه في النقطه دي. دي big difference. ف انت هنا الحقيقه the title says errors، the result says skills. طب احنا فين بقى؟ in between going through the study. وبعدين using android application as supplementary to the regular method contaminated the results. عمل لنا مشكله حاجه من الاثنين. انت دلوقتي بتقول treatment يعني علاج، يعني واحد مريض وبتعمل له علاج، تقوم تدور علاجين مع بعض والاخر تطلع نتائج. طب العلاج ده بقى يعزى الى مين؟ دي مشكله كبيره جدا. هنمشي، انا همشي بسرعه شويه. هقول لك مثلا في التيبل اوف كونتنتس، انت عندك يا كريم احنا اتعلمنا كده بقى ان تشابتر 1 hypotheses, methodology, participants, instruments of the study, design of the study, كل ده goes to chapter 3. لان عندي chapter اسمه ايه؟ methods، منهجيه البحث. فكل الكلام ده انت قايله ده بالتفصيل، فمفيش داعي ان انت تحطه في chapter 1. chapter 2 عندك بقى هنا، يعني شوف انت ماشي اهوت اتكلمت عن pronunciation و components والكلام ده، ونزلت عند intelligibility and comprehensibility. تحتيها بقى يا نادر حبيبي المفروض ان انت to provide studies related to developing EFL pronunciation which is not there. وبعدين بعد الكلام ده انت بتتكلم على disadvantages of M learning. جميل جدا. طيب في الجزء ده في الموبايل ليرنينج عاوزين ستاديز ريليتد تو ديفلوبينج برونسيشن ثرو موبايل ليرنينج، ستاديز مش موجود اثبت لي. وبعدين بعد كده تعمل كومنتري على الشابتر and this is not there. هاجي بقى في الموبايل ليرنينج تشتغل صديقك العزيز قوي اخ محمد اللي قاعد ده، اشتغل على الاريا دي. بس الحقيقه كان شغله ديب، وكنا عارفين البرنامج فين والانشطه فين والاكسرسايز فين وكل حاجه في مكانها، انما انت خدت الموضوع ده من على الشواشي كده زي ما الفلاحين بيقولوا، من بره بره كده، ما دخلتش في موضوع الدراسه لم يخدم. وهبين لك دلوقتي يعني مثلا في الحته دي، هو انا انت قعدت تقول لنا الموبايل ليرنينج والموبايل ليرنينج، وبعدين جيت كتبت عليهم من صفحه مثلا 45 ل 54، يعني مفيش حاجات بسيطه جدا. تعرف ايه؟ شوف ناقصك ايه مثلا. احنا بنكتب بحث علمي بيبقى عندنا ثيوري الاول، وبعدين بننطلق من الثيوري بعد كده للدراسات، وبعدين بننطلق من الدراسات اشوف بقى انا هعمل انا ايه in terms of related studies and review of literature. صح يا حبيبي؟ شوف انت عندك في الحته دي بس ناقصك ايه؟ ناقصك هنا the concept of mobile learning مش موجود.
learning theories in relation to mobile learning. ده كان عامل الكلام. مول كان عامل الدسوقي ده كان عامل شفت وانا ناقشته كان ممتاز قبل ما يخيب دلوقتي كده. بقولك انا كنت مشرف عليك الماجستير دلوقتي انت مشرف عليك الدكتوراه. انا ما اعرفش دلوقتي ما هو خاب لما جالك. لا هو لسه ما عملش حاجه كده ما شفتش عنه اي حاجه بقى له سنه دلوقتي ما اعرفش عنه حاجه سنه بس. موبايل ابلكيشنز فور مول تقول لي ده في ابلكيشن ايه وايه 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 وتشرح وتعرف الناس في مرحله الماجستير. اندرويد تتكلم عن نيتشر اوف اندرويد اندرويد فيتشرز ها كرايتيريا فور اي اف ال ابلكيشنز عشان نطبقها الكرايتيريا بتاعت الابلكيشن دي المفروض تبقى ايه وايه وايه وايه. امباكت اوف مول اون اي اف ال برونسيشن شوف كم عنصر انت ما غطيتوش هتغطيه ان شاء الله باذن الله. بعد كده في حاجات بسيطه مش هنتكلم عليها هبدا على طول انا في ايه في الدكتور عطيه هقول لك بس تشابتر 1 ده ايه اللي عجبني فيه وايه اللي ما عجبنيش. تشابتر 1 وانت قول لي يس اور نو عشان يعني نبقى ايه احنا ماشيين دلوقتي بكرايتيريا زي الجوده. It is full of outdated references. Yes or no? Yes. Unnecessary use of references. هديك انا امثله كل واحد هقول هديك امثله مثال واحد بس عشان ما اخدش وقت. Meager in meaning and content. محتوى ما فيش. يعني ايه هو شيك زيك كده واخد بالك ويعني سليم كده واخد جمال. يعني بس لا يسمن ولا يغني ايه من جوه. Questions of the study are missing. Yes or no? Yes. عامل لي السؤال الكبير زي اصول التربيه انما اللي specific questions الاربع او خمس اسئله او التلات اسئله اللي انت هتجاوب عليهم they are not there. مفيش اجابه دي. لسه الاجابه هتيجي بقى احنا لسه في الايه بسم الله الرحمن الرحيم. The pronunciation definition is not correct when I provided you with a very good definition. ويمكن اقوله لك حتى عشان الناس تعرف الفرق الكبير جدا بين حد بيشتغل في البرونسيشن وعارف يعني تو ديفاين ات وحد كان مستعجل زي ما استاذك زميلنا الجميل الاستاذ الدكتور عطيه. ف in terms of all this يعني في chapter 1 I give you 5 out of 10. نيجي بقى الدكتور عطيه طبعا قال حاجات كتيره جدا فانا مش هكررها وعشان كده هكون بسرعة شوية. statement of the problem عاوزة documentation أكتر من كده يا كريم. يعني to be documented يعني based on literature, review, previous studies, a pilot study, your experience in teaching كل الكلام ده المفروض يبقى ظاهر يعني. ف it's not well documented we please يعني you have to document. Questions of the study زي ما قلت لحضرتك هو questions of the study وبعدين هو بس one question وما فيش questions الفرعية مش موجودة. إنما هي ظهرت أخيرا في العربي وراء في الملخص العربي. إنما هي ده مكانها. وبعدين أما تيجي تتكلم يمكن مش عارف الدكتور قال الكلام ده أعطيه ولا لأ. بتقول في paragraph number 1 page 5 hence an android handheld mobile application will be used to remedy their pronunciation errors. انت كده as if you are والكلام ده يعني في البحث العلمي احنا بنبحث ونقول يعني it could be it amounts to it indicates كده يعني قد يبدو منها ممكن يعني تساعدنا انما وي ار نوت شور. ليه؟ لان احنا بنعمل حته بحث صغيره قوي وما نقدرش نعمم يا حبيبي عليها كل الدنيا. هنا برضو بتقول لي the main question should be reflected in three purposes. يعني
انا هحط الكويستشنز يا كريم. بيربسز حاجه وكويستشنز حاجه ثانيه، ودي لها عنوان ودي لها عنوان. نمبر 2 بقى بتقول ديزايننج ذا ستيبس اند بروسيجرز ذات ستودنتس شود فولو تو يوتيلايز ابلكيشن سو اس تو ميك ذا اتموست يوز اوف ات. انا بقول لك دلوقتي يعني انت كاتب ده وات فور تدوات، يعني العيال هيعملوا ايه بعد ما يعملوا الكلام ده؟ اكسبريس يور سيلف وفهم الناس عشان الفكره ان هم دكتور يستخدموا الابلكيشن بشكل صحيح، ان هم يتعلموا البرونسيشن عن طريق الابلكيشن. ما احنا حبيبي هنيجي دلوقتي لده، لان انت دلوقتي وعدتنا بحاجه كبيره هتحصل وبعدين بعد في الاخر ما لناش حاجه. يعني انت قلت في العنوان هعمل وابلكيشن واندرويد، انا اتخضيت يعني ايوز يعني تيكن كده يعني بان العنوان حاجه جامده جدا، انما جيت ابص في الاخر ما لقيتش. طبعا الدكتور عطيه قال لك ان انت دلوقتي ار ريبورتي، فيبقى كلامنا فين؟ في الماضي. كلام كتير جدا يعني. شوف برونسيشن هنا انا جبتها يعني كده باجتهاد من sources يعني in the act or manner of pronouncing syllables, words, phrases with regard to. كل دول بقى هنا تيجي بقى production of sounds with regard to the production of sounds and the placing of stress, intonation. ها بدأنا هنا. اه صحيح دي البرونسيشن اللي احنا درسناه مش كده ولا ايه؟ صحيح. يبقى اما نيجي نعرف نجيب تعريف يليق ببحث عن البرونسيشن، فده هتبحث فيه شويه وتحطه. سيبنا بقى من الخمسه من عشره ده، تعالى ندخل على شابتر 2. شابتر 2 طيب ريفيو اوف ليترشر. انا قلت لك ان انت اجحفت هذا الشابتر، كل او معظم الرسائل اللي احنا بنناقشها بنقول له يا ابني قلل شويه، انت عامل لي تشابتر 200 صفحه يا ابني قلل. يقول لي يا دكتور بس الفاليوز بتاعتي كتيره، اصلي مش عارف ايه، اصل 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 اصل. اما اجي عندك انت العكس بقى، انت راجل بتتكلم على يعني ذا توب نوتش زي ما بيقولوا، حاجه اخر حاجه يعني، فمتخيل ان انت هتدينا بقى حاجات اولا اب تو ديت هاند هيلد وقصص و برونسيشن وحاجة جميلة جدا يعني. فلقيتك ما عملتش كده توتال. شوف أول حاجة أول ملاحظة، ولو ده مش موجود قولي لا موجود يا دكتور وصفحة كذا وتعالى نروح نشوف. يعني لأن أنا ما أحبش يعني إيه الظلم ظلمة، ما أحبش أقول حاجة على بحث هي مش موجودة. أولا توتال أبسنس أوف ذا ريسيرشر ثرو أوت ذا تشابتر، يعني تشابتر كده من أوله لآخره كريم الافندي مش موجود. ليه بقى عمل لي فيها افندي؟ ما ليش دعوه، هم قالوا كده فانا حطيت الحاجه على بعضها. انت حضرتك والده اولا يعني انا اشكرك على حسن تربيه الكريم، والحقيقه هو من الناس على خلق كبير جدا. بس احنا هنا يا اخي الكريم احنا هنا بنناقش عمل علمي، فمعلش ما تزعلش مننا، وكله باذن الله لصالحه. يعني تخيل اثنين اساتذه قاعدين يجتهدوا ويعملوا كل واحد يجيب اللي عنده عشان الرساله دي تبقى في احسن شكل. فارجو ان حضرتك يعني تبقى معانا في الموضوع. اسمح لي يا استاذ، اثنين اساتذه من عمالقه طرق تدريس اللغه الانجليزيه على مستوى مصر والعالم العربي مشرفين على الرساله. يعني هو عنده كل مقومات ان يخرج عمل متميز، هو طالب متميز كباحث ومعاه اثنين مشرفين مشهود لهم على الساحه العربيه والمصريه بالكفاءه، مش بالكفايه ولا بالفاعليه، لا بالكفاءه. فبسم الله ما شاء الله وصلنا الدكتور عادل حاجه قيمه وقامه. استاذتنا الدكتوره اسماء قيمه وقامه، بسم الله ما شاء الله عليهم هما الاثنين. فكريم كان عنده كل مقومات ان يخرج بحث نموذجي من هذا العمل. مقومات البحث نفسه، القماشه بتاعته حلوه. كقماشه يعني. فالدكتوره هتبقى حاجه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل استاذ، انا اسف. لا 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 اتفضل يا باشا. Number two, no connection is established between the theory, literature, and the current study. يعني كل عملية cut and paste. أقطع من هنا
والزق هنا اقص هنا واحط هنا وخلاص. طب فين بقى يعني هو تشابتر 2 ده على فكره من تشابترز اللي بيبان فيها يعني قدره الباحث على التوليف. التوليف ده مرادف للتاليف اوثر شيب يعني ان هو يبقى اوثر يقول اه ده فلان ده قال وفلان ده قال بس انا ان ترمز اوف الناس دي انا بعمل كذا كذا كذا. ليه؟ لان النظريه اللي هي هنا ابسنت تماما يا كريم. النظريه بتقول كذا. فطبعا ده مش موجود. الشابتر نفسه ميجر اون ثيوري بيهايند فاريبلز 90% اوف ذا كونتنت از كات اند بيستد نو كوهيرنس بتوين اند امونج باراجرافز. كل الكلام ده كاتبه له وموثقه. استاذ اسمح لي بس اتفضل حاجه في الكوهيرنس اللي الدكتور علي بيتكلم عليه. يمكن انا دايما بقول ان انا ما بقراش شابتر 2 والحقيقه لان بحس ان هو شابتر غيبه ونميمه. الباحث بيغيب فيه تماما وبيفضل يقول ايه فلان قال وعلان قال وعاد وزاد وقال. دقه الترجمه بتاع مصطلح الكوهيرنس كلمه السبك والحبك. السبك والحبك. السبك والحبك دي كمهاره ان شاء الله زي ما استاذنا الدكتور علي بيقول هتبان فيك في الدكتوراه. لان العدله دايما لا تاتي بمنتج يتناسب مع ايه مقاومات الجوده. انما لما ان شاء الله بامكاناتك الايفيدنت دي تطورها بقى كده تطورها وتبتدي تشتغل عليها تلاقي ايه تؤتي ثمارها ان شاء الله في مرحله الدكتوراه. فالسبك والحبكه كده مرضاك تمام كوهيجن اند كوهيرنس. بس يا استاذ برضه الكريتيكال اناليسيس اوف ليتريتشر از نوت بروفايدد. كل ما تحط دراسه او تتكلم عن نظريه لا بتنقدها ولا بتعلق عليها ولا اي حاجه مالكش دعوه. Previous related studies are missing. اول مره اشوف دراسه من غير دراسات صح. ازاي يعني؟ ده انت عندك في المول ده يعني thousands of previous studies. فدي يعني كتل ناقصه portions sections. طبعا no commentary on chapter 2 is provided. فانا هنا الحقيقه يعني نزلت شويه عن التقدير بتاع chapter 1 فبدل ما كان 5 بقى 4. فورماتنج طبعا اتفاجئ لي قوي التكنين بتاع يعني انا اتعلمت النهارده انا نفسي اتعلمت من استاذ الدكتور علي ولاحظ ان انا بكتب وراه. عاجبني قوي ظاهره التكنين الايه ان انا اكمم كوانتيفاي الظاهره بتاعه الكتابه بتاعه الشابتر في ان انا اديله سكور. انا اول مره ابص عليه يعني انا نفسي معجب بيها قوي ان انا اقول ان الطالب ياخد فيه كذا من كذا كذا من كذا والايفيدنس بتاعي 1 2 3 4 يعني انا بكتب الايفيدنس ورا الدكتور علي علشان وانا بقرا بعد كده اقرا وانا في عيني هذه الايه المحكات او المؤشرات. فبرضه يا حبيبي إن انت ما بتكتب مثلا بتقدم chapter 2 بتقدمه وبتقول ان this chapter deals with so and so and so تمشي برضه بنفس الترتيب بتاع الحاجات اللي انت حاططها هنا. ودي كانت نقطة كويسة عندك. ما بنقولش technological innovation shape يعني ما بنقولش one of the technological innovation shape is computer. يعني هنا عندك مثلا بعض الحاجات بتبقى عربي شويه فيها كده يعني بتتكلم ايه عربك انجلش انا قايل لك عليها عشان ما نضيعش وقتنا. بتقول بقى هنا في بيج 14 ابوت 1986 بيج 14 عند 14 شابتر 2 ستيل مش ستيل لسه بادئ انا 14 ابوت ده بتقول ريبورت ذات ذير ار دي ايه؟ ذيس كرايتيريا ولا 3 كرايتيريا ولا ايه بالظبط؟ ريبورت ذات يعني المفروض ماشي ذير ار المفروض. طب فين بقى الكرايتيريا؟ هل اللي انت اتكلمت عليها فيما قبل يعني ولا في الباراجراف اللي قبليها على طول ده؟ طب راجع ده. ليفايز او ليفيز اللي هو بعديه 2005 ده برضه لما بتيجي تتكلم خد بالك يعني تيجي تتكلم تقول ايه
describes the fact of being a native like second learner. Second learner. And being an intelligible speaker as a crucial aspect to achieve your set goals. Mean that? يعني pronoun you referring to what? To whom يعني؟ وبعدين which goals؟ خد بالك خد بالك يا ابني. فأنا شايف هنا يعني fragmentation كتيرة قوي. الأول dating طبعا حاجات أنت كان ليك حق إن أنت تعملها. ما بتكلم عن ستيفك مثلا كان له كتاب رائع جدا اسمه Mind Theory and Thought وبتتكلم فده من زمان قوي من السبعينات إنما ده مرجع لازم أرجع إنما في ما بعد ما كتير جدا من المراجع outdated وأنا مش عارف أنت عملت كده ليه. ما أنت زي ما قلنا عندك حاجات بقى components of pronunciation عندك؟ طيب أول راجل اسمه إيه ده؟ civil act ده مش موجود في المراجع يعني هي بتبقى إيه؟ صعب قوي إن أنا أقول ترقمان صعب جدا إن أنا أقول components of pronunciation وأم إيه؟ داخل على طول قايل الراجل ده سنة 2012 قال كذا والراجل ده أصلا مش موجود. ثم يا كريم في الأكاديميك رايتنج أول ما تكتب تايتل تكتب تحتيها كده كي سنتنس ها؟ أنت بدأت لي سنتنس حسيتها كده إنما مش العنوان وتحتيها على طول مرجع ده مش كتاب أكاديمي. طبعا اسأل كده كتير بقى مش هنقعد بقى كل ساعة نتكلم ونقول عندك importance of pronunciation ده العنوان صح؟ إنما underneath ما فيش importance of pronunciation ما انتش كاتب هي ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة او points مش موجودة فهنا بيبقى misleading title فانت يا اما تكتب importance of pronunciation موجودة تحتيه يا اما لا. هنا بقى عاوز اسال بس دي افهمها منك يعني اللي هي عندنا في صفحه 21 بتقول furthermore learners knowledge of pronunciation and grammar of a foreign language affects the size of their memory يعني كيف يستقيم يعني هذا القول فخد بالك برضو role of pronunciation in instruction this title does not denote the text underneath it. لما نيجي بقى تحتها مفيش بقى role of pronunciation instruction ولا أي حاجة من دي خالص أما تقول حاجة يبقى لازم وفي بعض references على فكرة أنت هي ورا مثلا 2008 وأنت كتبها هنا 2009 ورا 2005 وأنت كتبها 2012 ففي inaccuracy جامده جدا وده يعني ما ينفعش. اما نيجي في التايتلينج اما يعني هنا مثلا على سبيل المثال في page 27 exposure to target language exposure to target language ده كريم انت جايبه من مرجع 97 المرجع ده قديم ولا حديث؟ قديم. خلاص ما ينفعش نجيب one title from one author يعني التايتل ده كله مبني على ايه على الراجل ده شو مين ده ما ينفعش وبعدين في طبعا حاجات كتيره بعد كده مشابهه ما نقولهاش انا بقول لحضرتك بعد كل جزء link it to your study يعني انت خلصت جزء عن pronunciation link it بقى ليه تقول والله انا الدراسة بتاعتي بتعمل كذا وكذا وكذا وهتنمي كذا يعني خد بالك بيبقى سطر او سطر ونص فقط لليه وبعدين لما تقعد تقول لي بقى ده الدراسات قالت والدراسات قالت وجايب الدراسة من سنة كام 82
دراسة من سنة 82 results of this study are not valid now. ده هما they are not valid one year after. يعني أنا لما بعمل دراسة يعني نتائج دراسة حضرتك دي مش بعد سنة بعد ست شهور تبقى invalid. ليه؟ احنا بنتكلم على technology high tech يعني حاجة بتتغير كل مرمش عيني كده وادخل على النت ألاقي حاجات جديدة ده فما ينفعش طبعا الحاجات اللي هي هيستوريكال دي عندك كتير جدا من الظواهر زي الوان اوثر سيكشن اللي هو صفحة 30 ده The Learner's Development and Range of Styles فأنا بقول لك كده حاجة عايز تضحكك يعني الدكتورة على فكرة انت حضرتك بتعطلي المناقشة طب واحنا نعمل ايه يعني انت مش معايا انت لازم تكون مركز استاذك بيقول لك ايه انت نفسك انت مش عاوز البتاع ده في حاجه انما الدكتور اسماء عاوزه تسمع فانا بقول لك هنا ان للمصادر او للمراجع تاريخ انتهاء صلاحيه expiry date ما عادش بعدين ينفع فخد بالك بقى ان شاء الله في الدكتوراه عندك بقى موبايل ليرنينج صفحة 45 انت كاتب حاجة كده عن ترية شوية صفحة 45 اخر باراجراف انا مش عارف هي الفيرجن اللي معاك زي اللي معايا ولا زي اللي مع الدكتور عادل حضرتك حضرتك نص مختلفة بخط اقرا شوية عن الناس كلها طيب اقراها لك هنا بيقول لك بس هو بيتكلم دلوقتي عن استاذ الدكتور عطية عن موبايل ليرنينج اند اتس رول ان ان فورين لانجويج ليرنينج بيقول ايه Thus, students, in terms, because of mobile learning, will have full responsibility of how they learn and operate their own learning process without any obstacles or challenges when it comes to where and when they learn. All what they need is having their educational goals set and the rest is at the tip of their fingers. Which is not true. Which is not true. إحنا هوت التعليم الإلكتروني ده والتعليم أونلاين ده مبوظ الدنيا. لو لدنا في الابتدائي عارفين يشتغل ولا في الثانوي ولا في الجامعة. فإزاي بقى أنت تقعد تقول هيعمل ده كله ليه يعني؟ أنا عارف أنا مقدر تحمسك لإيه؟ لموضوعك. بس مش أوي. هو مش على كل شيء قدير يعني. طيب باجي بقى في صفحه 54 وده اخر تشابتر 2 فبيقول لك بقى هنا وير ار ذا بريفيوس ستاديز تعمل لنا سيكشن على البريفيوس وير از ذا كريتيكال اناليسيس اوف ذا ريفيو اوف ليتريتشر تعمل لنا كريتيكال اناليسيس اوف ذا ريفيو اوف ليتريتشر هاو داز ذا ريفيو اوف ليتريتشر related to your study and benefited you. And how you benefited from the review of the study. The review of literature and previous study. دي مهمة جدا. فالحاجات دي هيكتب. نيجي بقى على chapter 3. أدائك تحسن. Jumped 2 marks. Chapter 3. عندك بس مشكلة. You mix. في دماغك كده مش واضحة يا كريم. يعني ايه procedure ويعني participants لأي حد يعرفها انت هنا عامل mixing between the two عندك اللانجوج هنا ما عرفش ليه تدنك test piloting is missing ما عملتش piloting for the test عشان تقول لنا بقى facility and reliability والحاجات دي والappropriacy والكلام ده كله using stamps كومنت مع ان انت الدكتور عطيه وانا واي حد في القاعه اثنى جدا على ادائك الاورال يعني هنا لما جيت تعلق على الجداول عملت استنباط يعني استنباط نفس اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا فبيطلع العمليه اكل شهاد فبيطلع العمليه بورينج جدا ومش بحث علمي ده وما ينفعش كده والكتابه الاكاديميه كده تبقى مش مظبوطه كده
the validity هنا is weak. يعني هو انا اقول لك هي weak ليه؟ لان احنا في الفاليديتي ليها مصادر حاجه كتير جدا، مش بس جوري فاليديتي، لا عندنا مصادر كتير جدا. برضو يميكس بين دايمنشن اند ايتمز اند سكيلز. شوف في الجدول بتاعتك كده، مره دايمنشنز مره سكيلز مره ايتمز، وهي نفس الحاجات، تاخد بالك. ميكسينج بين بروجرام انترفينشن تريتمنت، ثلاث مسميات مختلفه بثلاث حاجات مختلفه معروفه في البحث العلمي. انت مره تقول عليها ده ومره تقول عليها ده ومره تقول عليها. احنا بنزعل ليك يا اساتذه، لان انا تخيل ان انت كريم مثلا، وانا كل ما اشوفك اقول لك ازيك يا احمد، تقول لي انا كريم يا دكتور، اقول لك بجد؟ طيب المره اللي بعدها اقول لك ازيك يا سيد، تقول لي يا دكتور انا كريم، انا قلت لك قبل كده. نفس العمليه، حاجه دي بتضايقنا لان انت شغلتنا، فلما نشوف حاجه بمسمى اخر بتبقى مش صحيحه. The program or treatment is missing. انا عاوز بقى افهم دلوقتي بالراحه كده، اين جهدك؟ هل اقتصر جهد الباحث في كل الدراسه دي وتاخد لماجستير عشان انت قلت للولاد يعملوا داونلودنج لنفس الكونتنت اللي انت ما الفتش فيه حاجه، واسمعوه من على النت، اسمعوه من على اللابتوب ولا الهاند هيلد موبايل ولا ديفايس، وبعد كده هديكوا اختبار وخلصت القصه؟ لا، ده كان في انترفينشن. هو هو فين بقى؟ في مور اكسرسايزز، في يعني عندنا تعبير استاذنا في الجوده، نقول ايه؟ واتس نوت دوكيومنتد از نوت بيست، داز نوت اكزيست خالص. وعشان كده القران نفسه قال ولا تسالوا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، وقت ما تحتاج، وقت ما تقعد وايه المناقشه بتاعتك تبقى باينه كده، تقول له ايه لا ارجع لصفحه كذا وكذا وكذا وكذا، هتلاقي اللي انا بقول عليه. عشان كده قال ولا تسالوا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ليه بقى؟ ذلك اقسط عند الله، بلأ بربنا. يعني حتى الكتابة ليها مدلولها عند مين؟ عند ربنا. ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة، عشان لما أجي أنا أشهد بالشهادة دي إنك أنت تجتاز هذه المرحلة من مراحل حياتك، يبقى عندي حاجة أقول يا رب والله كان عندي دليل. لأن إحنا مسائلين، خلي بالكوا برضك، لجنة الحكم على أي عمل من الأعمال العلمية والله وقفوهم إنهم مسؤولون. صح، أنت مسائل أمام الله سبحانه وتعالى. ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وادنى، انتوا بقى على مستوى البشر ادنى الا تفتهم عشان ما تشكش في حاجه اهو الدليل. فواتس نوت دوكيومنتد داز نوت اكزيست، ده مبدا اساسي لما تكون موجوده في نيتي دي بينك وبين مين؟ ربنا ان شاء الله. انا عاوزك يا حبيبي، لان الرساله دلوقتي ناقصه. الرساله ناقصه ايه؟ ناقصه الرساله. ايه الكونتريبيوشن بتاع البرنامج اللي بيطلع؟ البرنامج ده سيشنز، كل سيشن لها اوبجكتيفز، ماتيريالز، بروسيجرز، اخرس بروسيجرز، اسسمنت تولز، اكسرسايزز، اكتيفيتيز. كل سيشن انت عملت كام سيشن؟ قول. 8 اسابيع ولا 8 سيشن؟ لا هو 8. خلاص عشان خاطري، عشان خاطر هو جميل كريم، كل ما ترد كريم بتخليني ازعل. لا لا عشان خاطر حبيبنا فين شوف؟ احنا هنا مجتمعين ليه اساسا؟ يا ابني البرنامج بتاعك مش موجود، اكتبه تعمله من تاني. هو موجود لو ممكن، بس يمكن انا ما بتكلمش بتفاصيل عندي يعني، فانا اضيفه ان شاء الله. طيب على اي حال، هو بعد ان شاء الله ما نخلص المناقشه باذن الله، باذن الله مفيش اي حاجه هتتم بالنسبه لك الا لما الكوركشنز كلها تتعمل والبروجرام يكون موجود ومعاني الدكتور عطيه والعبد الله يشوفوه. طبعا بعد المشرفين، المشرفين الحاجات دي لازم يا حبيبي لازم. طيب هنا بالرغم من كده، فان انا اديك 6 من 10 يعني ليه الاداء علا شويه، حسيت ان في باحث قدامي بيتكلم وبيعمل جداول وبيعمل ريلابيلتي وبيعمل فاليديتي وهكذا، فتحسن الاداء، ولكن
البرنامج انا بقول البرنامج اجلسي عندك بقى حاجات انت راجل عنتري ساعات تكتب جمله خمس سطور وست سطور قايل لك عليها هي في حاجات في الكتابه في الفراجمنتيشن يعني كاتبها لك برضه مش هقول لك عليها الله يكون في عونك يا دكتور عزيز بصراحه انا لما يكون عندي بحث زي ده ببقى زعلان لا ما هو الصوت طول قوي ابي رئيس هو طول قوي ما هو هو حر بتاعته هو حد قال له ما تعملش شغلك بصراحه 8 سنين هو حد قال له ما تعملش شغلك يا دكتور استاذنا بيبقى معلش انا اسف ان انا اقول العباره دي انا يمكن كنت لسه بقول استاذنا الدكتور علي you cannot get blood out of stone سيدنا الامام احمد والليث بن سعد ومعاهم الامام الشافعي دخلوا من سفر الثلاثه فالامام احمد وقف بين يدي لا يصلي الليل وشاف الامام الشافعي كل واحد في الليث بن سعد الليث بن سعد مع الامام الشافعي دخلوا كل واحد على ايه على سرير على سرير الامام احمد استغرب ناس بقمه وقيمه هؤلاء العلماء ما يقفوش بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلوا كام ليله استغرب جدا فبسالهم فرد عليه الامام الشافعي وقال والله لقد حللت 100 مساله فقه حيرتني واذهلتني 100 مساله وقال ليس بن سعد والله يا امام لقد ذببت عن حديث رسول الله 100 كذاب فمين انفع هنا عشان كده القران بيفرق ما بين مصطلحين اثنين صالح ومصلح الصالح لا يتجاوز الا نفسه المصلح بيتجاوز ليه للمجتمع وعشان كده الامام احمد قال لهم ايه بقى قال سبحان الله يفتح الله للرجل في الطاعه ما لا يفتحه في العباده ويفتح الله للرجل في العلم ما لا يفتحه في الطاعه كل ميسر لما قدر له في حد ربنا يسره الى ان هو يبقى performer creative performer انسان ده كلاسيك لكن لما يمسك القلم ويكتب ما بيعجبكش حقيقة. فكل ميسر لما خلق له لكن الحرفه تاتي بالايه يوز ات اور لوز ات تاتي بالايه بالتدريب بالمران بالممارسه بالقراءه كتيره لان الدايركت والاندايركت واي اوف بريبريشن موجوده انت لما بتقرا مخرج لاستاذنا الدكتور علي في كتاباته او استاذنا الدكتور علي او استاذتنا الدكتوره ايمان او حد الدكتوره اسماء لما بتقرا مخرج ليهم انت بتتعلم بصوره غير مباشره وعشان كده الابرنتس شيب كمفهوم موجود انك انت تبقى تلميذ تلمذه مهنيه الشافع قال ايه لن تنال العلم الا بستات واحده منهم مصاحبه ايه العلماء بس لان كل يوم بتتعلم انت محروم هناك في انك انت ما بتقعدش لانك انت قاعد في كتاتيب بشكل او باخر فمحروم انك انت تحضر مناقشه الدكتور علي والدكتور عادل محظور انك انت تحضر مناقشه الدكتوره اسماء والدكتوره ايمان او الدكتوره نبا ايا كان الاساتذه اللي موجودين كل شويه مدرسه المنصوره مدرسة مفتوحة على كل الجمهورية أنا كل شوية بشوف دكتور عادل معايا على الفيس دكتور علي معايا على الفيس كل أسبوع بشوفهم جايبين حد من مدرسة غير المدرسة مرة دكتور سيد دعدول مرة حد من بورسعيد مرة حد من بنها مرة حد دكتورة زينب النجار فالمدرسة بصراحة كلمة حق تقال ما بتقفش عند حد أنا بحب أعطيها هجيب أعطيها كل مرة لا ده بتتنوع المشارب فيها وعشان كده عندك مصدر للتعلم غير مباشر انت محروم منه تقريبا غصب عنه بقى لانه هو في عارض الله يعينه الله يعينه زي ما قلت لك يا كريم تيست كواليتي مش موجوده فالايز والديفيكولتي والديستنكشن كوفيشنت لو معامل الصعوبه والسهوله والتمييز والكلام ده كل ده مش موجود بالنسبه للاختبار بجانب ان مفيش زي ما الدكتوره عطيه تفضل مفيش تيست سبيسيفيكيشن تيبل انت بس هنا اعتمدت على الجوري فاليديتي ودي طبعا تعتبر ضعيفه لما بيبقى عندك كريم كده في تيبل 6 في بيج 67 حاجه زي ايه انت بتقول لي هنا سيجنيفيكانت خلاص وقمت جايب 0.051 خلاص لا دي تشيب الوان خلاها تبقى سيجنيفيكانت لان انت كده دخلتها في قصه ثانيه بالرغم ان هو يعني فراكشن بسيط جدا انما ما يخليهاش سيجنيفيكانت حاجات من دي يعني انا ما وقفتش عندها الحقيقه كتير انما وقفت عند ايه مثلا يعني انت في الجدول ده كريم قايل ايه قايل عليهم ايه ايتمز طيب
واللي بعديه سكيلز على طول بعد ثانيه الصفحه اللي بعدها سكيلز وهكذا. ف خد بالك يا استاذنا ما هيش سكيلز احنا بنتكلم هنا لا ما ده الكونستنت سكيل الباول سكيل. الحاجه برضو اللي انا عملتها لك كريم لو شفت في صفحه 96 لا 69 الجدول ده انفرتد مقلوب ابسايد داون ابسايد داون فاعدله وعشان ربنا يصلح حالك ويعدل بختك ان شاء الله. والتي فاليو عمرها ما بتتكتب كابيتال دايما بتتكتب سمول. عندك بقى كل التايتلز فور تيبلز انا بقول الكلام ده في مناقشات كتير جدا ولازم نتعلم. انا ما بكتبش يعني تيبل ايه ريزلتس اوف تي تيست انا ماله تي تيست انا عاوز اشوف الفانكشن اوف ذس تيبل بتعمل لي ايه بتحاول تو استابليش ها ايكويفالنس او هوموجينيتي او اوف ذا تو جروبس. يبقى التايتل كده وظيفه الجدول وليس الحاجات الاحصائيه لان وظيفه الجدول كده طيب حققتها ازاي الحاجات الاحصائيه موجوده عندي في الجدول وهكذا في كل الجداول مش هعيد بقى خالص. البروجرام انت قلت عليه انسترومنت هو اتس نوت ان انسترومنت برضو جيت في الديسكريبشن اوف ذا انترفينشن انا بس بسالك الانترفينشن دي يعني دي كينونه ولا اجراء يعني سمثينج يعني تانجبل كده اقدر امسكه بايدي واقول هو تشاور عليه ولا ده اجراء زي البروسيجر. طيب خلاص انا كلمتك طبعا في عمليه البرنامج وان كان المفروض تعمل كذا وكذا 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 و يعني مش عايز الكلام ده كتب لك شويه حاجات برضو مش عايزها. نيجي على تشابتر 4 شوف انا ماشي بسرعه جدا ازاي. تشابتر 4 برضو كويس يعني 6 اوت اوف 10 كويس جدا يعني ليه لان عندك تايتلز اوف تيبلز اند ذير ستراكشر. دخلنا بقى في بنية الجدول هتلاقي في حاجات انا كاتبها لك تعملها برضو الستامب او الكليشيه كومنتس اون تيبلز تغيرها. احنا قاعدين بنقول انت راجل كويس وبتشتغل في المدرسه الامريكيه في الامارات والكلام ده طيب يعني ورينا بقى فين بقى يور اكاديميك رايتنج سكيلز بقى. في عندك وان ستاتستيكال ميستيك هقول لك عليها هو برضه الانتربريتيشن اوف ريزلتس از ميسنج وتبص دي في الشابتر ما ينفعش اكتب نتائج وما اقولش النتائج دي معناها ايه زي ما انا دلوقتي باخد مثلا اليورين اناليسيس بتاعي من اللاب يقول لي خد يا عم التحليل بتاعك does it make sense بالنسبه لنا لا لازم يتفسر يقول اه ده عالي شويه ده واطي شويه ده كويس جدا الدكتور اللي يقول انت بقى الدكتور بتاعنا اهي تقول النتائج بتاعتك ده اهي معناها كده وتشرح وتعمل دوكيومنتيشن من بريفيس ليتشر الكلام ده كريم انت درسناه لك يعني قبل كده برضه لينكينج ذس ستادي تو بريفيس ستاديز برضه از ميسنج. شابتر 4 زي ما انا قلت لك كده. هنا لما نيجي مثلا في صفحه 78 يا كريم ما نقولش ذا ايتا سكوير لا اقول ذا افكت سايز وده اللي انا بتكلم عليه. احنا عندنا فوبيا من الاحصاء ولذلك اي حاجه احصائيه يوم حاططها زي ما هي لا انا اديها معناها يا حبيبي انا بستخدم الايتا سكوير هنا ليه؟ عشان اجيب يبقى اكتبها بقى اسميها بمسميات كل ده في الدكتوراه لازم يعني وكذلك بقى عناوين الجدول اللي قلت لك عليها اما بتيجي بص كان في بنت بناقشها الاسبوع اللي فات عامله زيك كده هما بيعملوا ايه؟ يجي الجدول زي الجدول ده مثلا في 6 7 سيلز مثلا او ده مقلوب قلب قلب مقلوب على قلب فيجي يمسك كل واحده ويفسرها بنفس الطريقه زي ما انت شايف كده حضرتك نمبر 1
يقول لك ايه مثلا 46% of the total variance of the first part اللي هو الكونسوننس or consonants of the dependent variable اللي هو البرونسيشن تيست can be attributed to the dependent variable اللي هو الاندرويد. ويمشي كده في كل واحده كلاشيه مش كده. فكان في واحده بنناقشها ولا واحد اللي هو المره اللي فاتت اللي بتاع الدكتور بدران ولد ولا كان بنت عامله كل فرد المناقشه بتاعته في 10 صفحات. المدرسه عامل لها شغل كويس في الاحصاء. اه مراد محمد عيسى صحيح طلعت له حاجه في الاحصاء. 10 صفحات يا بنتي. لا ما انا معايا احصائي بس ما انا فاهم بس هو عامل لها بص عامل لها الفاليديتي بثلاث انواع ريلابيليتي بثلاث انواع كده مراته بقى بيشتغل ترانجليشن. اه ما هو اللي عامل هنا برضه. لا بس هنا عامل له ايه بالقطار هناك عامل بقى ايه شغل المعلم اللي ايه ابنه. فماشيه بالطريقه دي فما اقول لها لا ده هو احنا وكان معانا الدكتور اسماء برضو وكان معانا الدكتور صلاح بدر. ولا لا ده ال10 صفحات دول ممكن يتلخصوا مثلا في باراجراف. وطبعا الناس قالت لك انت دكتور بس يعني انا لو قلت يعني ما تبقاش تعمل قوي قوي قوي. قلت طيب وهوريك يا بنتي ازاي تعملي باراجراف. فعلا علقنا على كل القيم اللي موجوده وعلى الايفكت سايز وال10 صفحات يا دكتوره امان بقى وايه فقط. انت برضه هنا المفروض تاخد بالك من الموضوع ده. ما انت هنا اقل جدا من منهم يعني هو كان الراجل مفتري انما انت هنا معقول. الجداول بقى طبعا زي ما قلت في حاجات كده يعني شوف الجدول رقم 11 كده حبيبي تحت يعني ايه يعني جتني مثلا هنا السيجنيفيكانس والايتاب جابهم فين بطريقه غريبه جدا 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 يعني يعني مش مظبوطه. وبعدين حتى في العرض يا استاذ هو مهتم بالعرض على مستوى السب ليفلز يعني اداء الطالب في الكونسونت والباول والستريس والانتونيشن والكونكت سبيتش از ديسكريت ايتمز ولا از توتال في الاخر. لا هو بقى ما هو لو كان هو بيشتغل بقى سكيلز وبرفورمانس انا بتفرق بسكيلز حاجه وبرفورمانس حاجه. طيب هنا بقى في صفحه 85 دي الخطا اللي انا بقول لك عليه وانت حاول تلفنا في الخطا ده اللي هو تيبل 12 بتقول لي ريزلتس in the above table illustrate that there are no statistically significant differences between the mean score of the control group students on the pre and post administration of the pronunciation test in its 5 parts. خلاص مفيش اهو. بعدين قلت لا ازاي انا معقوله لا 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 لازم هنا ايه اعمل حاجه من عندي. however ايه يا عم كريم the estimated t value is significant at 0.01. يا عم ازاي يا عم الله يهديك ده هي اصلا حاجه وتحت حاجه خالص ازاي عليك مستوى الدلاله. انت عندك 5 صوابع في الايد دي بتقول لي ده هو كفاءته زيرو وده هو كفاءته زيرو وده هو كفاءته زيرو وده هو كفاءته زيرو وده هو كفاءته زيرو ولكن الخمسه مع بعض كفاءتهم 100%. هاو كم عند مستوى دلاله كمان 9 ومستوى دلاله 0.01 فبالراحه يعني اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. المناقشه مع الدكتور الدكتور عطيه هتعلمنا الكلام باللغه العربيه الفصحى والله جميل حاجتك جميله والله. في الاخر بقى اللي هو تشابتر 4 ده حبيبي وير از ذا ديسكشن اوف ريزلتس وير از ذا اناليسيس اوف يور ريزلتس in terms of previous studies how did you benefit from the 126 reference جايب لي 126 مرجع ما استفدتش منهم بكلمه في تفسير النتائج. لا يا عم كريم زعلنا والله مع حب شديد لك واحترامي لك. شابتر 5 جميل جدا هو بس ناقص ان انت تحط فيه بقى الكويشنز يعني تيجي فين يا كريم بعد ما عملت اللي هو السمري. هو السمري ده المفروض ايه يا كريم؟ السمري مش التشابتر كله، السمري بس اول 3 باراجرافز تقول فيهم كانك بتعمل ابستراكت بس اكستندد شويه.
يقوم يجمع ايه الدراسه كلها وتقوم جاي بعديها عشان في ناس يقول لك يا عم كنت عاوز شويه عشان خاطري كانت المشكله ايه توضح تقوم كاتب بقى كويستشنز كانوا ايه انسترومنتس كان ايه ها انترفينشن روح لكذا كده نيجي بقى على الريفرنس يا حبيبي طبعا دي عاوزه الفورماتنج يعني عاوزه كلها يعني بص حتى لاول ثلاث ريفرنس بس يعني من غير ما ندخل اول واحد كاتبه بطريقه ثاني واحد بطريقه ثانيه ثالث واحد بطريقه ثالثه رابع واحد بطريقه رابعه لازم يبقى في كونسيستنسي اي بي اي تعلمنا هنكتب ايه مثلا لاست نيم وانيشال ولا لاست وانيشال وميدل وايه بالظبط دي في كل الحاجات هنيجي بقى للغه العربيه انا كده خلصت اهو شوف ما خدش نص ساعه لا ما انت اعتمدت على الله سبحانه وتعالى ثم عليك طبعا احنا بقى مفروض ان انت بدل عطتنا دي في 2021 تبقى تحت يعني احنا دلوقتي انا ما ينفعش اناقش في سنه 2020 هي 2021 تصحح طبعا تحديد المشكله وانا بقول لك الحمد لله شكر الله الاسئله اخيرا ظهرت اهيت في صفحه 4 بس سوف يتم استعراض المشكله من خلال الاجابه على السؤال لا دايما يا جماعه المشكله ما بستعرضهاش خلال لا المشكله مشكله statement of the problem عندي statement المشكله تكمن في ان الولاد انت بقى براحتك يا ترى كانت زي ما اتكلمنا بقى ما عندهمش مهارات البرونسيشن ولا عندهم اخطاء في البرونسيشن يفرقوا كتير وانا هعالج دي يبقى دي المشكله انما ما اقعدش اقول اسئله وعن طريق الاسئله الاسئله اسئله والمشكله مشكله انما عندك طبعا بعض الاشياء زي في صفحه 5 مثلا محددات الدراسه الاداء التي تم طورها الباحث من اجل الدراسه وهي تطبيق الاندرويد النقاد طبعا دي لغه عربيه غير صحيحه ثانيا انت ما طورتش الاندرويد انت طورت الاندرويد انت ما عملتش حاجه انت عملت داونلودنج يلا قلت اشتغل ما تدخلتش انت ما دخلتش في الاندرويد في التطبيق نفسه ولا انت اشتغلت فنقول لي بقى للشركه تعالوا احنا طورنا وناخد سبك وحاجات كده انا اللي كنت عامل يا حبيبي انت ما عملتش ده هو جاهز لا مش جاهز لا والله جاهز والله مش جاهز الاندرويد جاهز هو قصده دكتور علي الكونتنت بتاعك حتى مش ظاهر لان بتعزي كل التجربه الى ايه استخدام تطبيق الاندرويد للاجهزه المحموله حتى هو في المحتوى مش المحتوى اللي انت صممته على الاندرويد لا ده هو التطبيق هو اللي عمل كل ده وبعدين المحتوى اللي هو صممه على الاندرويد يا دكتور ما هو واخده من الكتاب ده بالمدرسه موجود بس يعني هو كفايه قوي كده يعني انت اجتهدت ولكل مجتهد نصيب وان شاء الله يعني انا لم اغير رايي فيك فانت باحث مجتهد وخلوق وان شاء الله كل الحاجات اللي تفضل بيها معالي الاستاذ الدكتور عطيه والحاجات اللي عبد الله قالها ان شاء الله تاخدها في اعتبارك وهنشوفها ان شاء الله معموله عشان في سنه ان شاء الله كده وان شاء الله نبارك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطبعا معالي صديقي العزيز الاستاذ الدكتور عادل الشيف مشكور مره ثانيه على ان هو دعانا وهو صاحب الفرح و يعني هيتحدث بقى عن تحت البحر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسعد بتشريفكم لدينا اليوم الحقيقه اننا في غايه السعاده اليوم لوجود الاخ العزيز والصديق الفاضل استاذ الدكتور عطيه لان دايما في كده كيمستري بيني وبينه يعني we love each other for God's sake بنحب بعض كده لوجه الله تعالى من اول ما قابلته صراحه والحب كده متبادل واتمنى ان يعني له كل صحه وكل عافيه وكل خير ووجوده بيننا النهارده ده يعني
يعني شرف كبير لي أنا شخصيا، بالإضافة إلى ما قاله من ملاحظات عميقة وقيمة. الشكر طبعا لأخي العزيز، مشوار عمرنا كله أكثر من 30 سنة، الأستاذ الدكتور علي قورة، برضو بشكره على أنه أخذ الوقت والمجهود لقراءة هذه هذا العمل. وقبل دول طبعا أنا بشكر الزميلة العزيزة الأستاذة الدكتورة أسماء، لأنها يعني برضو كان لها فضل كبير في أنها تقرأ هذه الرسالة وتشرف عليها، هي المشرف الرئيسي، وأتمنى لها الشفاء العاجل والعودة إن شاء الله في أقرب وقت. الحقيقة أنا هتكلم على حاجتين لي بس، إيه يعني ملاحظتين هقولهم. الملاحظة الأولى خاصة بالرسالة، طبعا معظم إن لم يكن كل الآراء التي قيلت لابد أن تأخذ في الاعتبار، ولكن في كده ليها تعليقات بسيطة كده. مثلا دكتور عطية معترض على كلمة remedy، يعني remedy has many definitions، can mean treat، can mean reform، can mean repair. So he is using it here to mean treat and reform their pronunciation skills. And when you reform their errors, they will become skillful in pronunciation. So errors and skills have something in common. They are intertwined. If you deal with their errors, if you eliminate their errors, then their skills will improve. And this title has been approved by the seminar. I don't know whether Dr. Ali was there or not when this... Allah, I don't remember. Mm-hmm. So anyway... yes, when we teach pronunciation skills to our students, we are never after a native pronunciation. We are after native-like pronunciation. So this is what he tried to do, to reach native-like pronunciation on the part of his learners. Indeed, there are so many pronunciation errors that all students suffer from in their reading, in their speaking, especially words like text or next. They always say it next or thickest. Words like 30, and instead of 30, they say 13 or the other way. So there are some pronunciation errors that are known. He should have documented this, I agree. And he singled out all these errors and he designed a program. Yes, the program was there, but he reshaped it to fit the content that's studied by the students. The teachers, as to the traditional way, the teachers of this school, Al-Huda Al-Nur school, are selected. They are very good teachers. It's a private school. So the teachers are selected, and he was also a teacher. So the level of the teachers who working at the school was almost like his level before he went to Emirates. This research was done in 2015, I think. 15 or 16? Yes. So the application or the administration of his experiment was in 2015. That's why probably most of his, I don't find excuses for him for this. That's why most of his references are outdated, because it has been a long time. The size of chapter 2, yes, there are some missing parts as to related studies. I wonder how he showed it to me, but maybe because I told him, try to shrink the size of chapter 2. Yes, he deleted the related studies, but he should have refer to some related studies. The mobile learning, he referred to this, the mobile learning
on the part of the students can be used anywhere. This is what he when he said it's tip of the he can they can use it because the, right now I can go to Google and write a word. It will give me the meaning in English or in Arabic, and I can listen to how the pronunciation is. So this can happen anywhere. That's why he wanted to train his students instead of chatting and wasting time without any purpose using the Android and handheld mobile. So he built something useful for them that they can develop their pronunciation skills by using this. Of course, the comments that were said will be taken into consideration because, yes, the thesis needs major repair. Thank you very much. And هل في الدكتورة مشت الدكتورة رهام؟ هل ساعات الدكتورة أسماء؟ هل الدكتورة أسماء مثلا سمعانا أو شايفانا تقدر تعلق يعني أو لحضرتها أي تعليق؟ دكتورة أسماء؟ طيب يبقى هو الكونكشن معلش إنما الأستاذ الدكتور عادل طبعا في ألف بركة وهو قال كلمة إشراف وفي النهاية بنشكر تاني معالي النائب أستاذ الدكتورة أسماء وعشان خاطري دعوة من القلب من ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويشفينا جميعا ويبعد عننا كل ما لا نطيق من الأمراض والأوضاع وما إلى ذلك يا رب اللهم وشكرا جزيلا لحضراتكم ويعني انتوا قعدتوا كتير فمعلش بقى خدوا لكم وقت بقى استريتش بقى كده اوت سايد يعني اتفضلوا عشان نقعد بقى من ايه احنا كمان بسم الله الرحمن الرحيم. قرار مجلس الحكم على رسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية المناهج وطرق التدريس. وكانت لجنة المناقشة والحكم مكونة من الأستاذ الدكتور علي عبد السميع محمد كورة أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية المتفرغ بالكلية، أستاذ الدكتور أسماء عبد المنعم مصطفى محمود أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية بالكلية، أستاذ الدكتور عادل عبد الحليم عبد الهادي الشيخ أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المتفرغ بالكلية، أستاذ الدكتور عطية السيد عطية أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة الأزهر. وفي يوم الخميس الموافق الأول من إبريل 2021 الساعة 12:30 بكلية التربية جامعة المنصورة تم مناقشة الرسالة المقدمة من الطالب كريم محمد علي محمد حسن بموضوع استخدام تطبيقات الأندرويد للأجهزة المتنقلة في علاج أخطاء نطق اللغة الإنجليزية عند طلاب المرحلة الثانوية، وقد استغرقت المناقشة 3 ساعات قرار لجنة الحكم. بناء على ما سبق وبعد مناقشة الطالب في موضوع رسالته ظهر للجنة أنه يحيط بمحتواها وتفهم نتائجها التي توصل إليها وقال بتفسيرها، والرسالة تقع في صميم المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة الإنجليزية، وقد تمت كتابة الرسالة بشكل علمي صحيح، ولذا توصي اللجنة بالإجماع بمنح الطالب كريم محمد علي محمد حسن درجة الماجستير في التربية المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة الإنجليزية بتقدير جيد جدا، على أن يقوم الباحث بعمل كافة التعديلات التي اقترحها السادة المناقشين وعرضها عليهم قبل منح الدرجة، والله الموفق. ألف مبروك ألف مبروك مبروك يا كريم. يلا كم دكتور علي كده وشك معايا مبروك يا كريم ربنا ينفع بيك إن شاء الله. تفضل مبارك يا حاج.
ربنا يباركك فيه ويرزقه برك ان شاء الله، يبقى يرزقه برك ان شاء الله، وهو نواه طيبه ان شاء الله للدكتوراه ان شاء الله. وجزاكم الله خير. شكرا.